هبتدي بقى ان شاء الله. دي اول محاضرة في النفرولوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية في الكلام عن النفرولوجي، لانه في ناس بتبتدي بالساب 2 سي كي، هم ما خدوش قبل كده ستيب 1، واحنا عندنا دايما في ستيب 1 بعض المعلومات اللي بنبقى محتاجينها في السي كي عشان نكمل، مش معلومات مهمة عشان الامتحان، لانه الناس برضو حضرت اورينتيشن انا قلت لهم ان 1 to 3% من امتحان السي كي بيبقى فاونديشن ساينس او بيزك ساينس. يعني ايه؟ يعني معلومات بيزك ابلايد، يعني معلومات من البيزك ابلايد ليها استخدام في الكلينيكال نوليدج، مش معلومة بيزك بيور، لانه مفيش ابدا اي شرط انك لازم تاخد ستيب 1 عشان تاخد السي كي، ولا في اي شرط انك تاخد ستيب 1 عشان تعرف تجيب سكور كويس في السي كي، مفيش اي علاقة بين الاثنين. هي المعلومات البيزك دي بتبقى معلومات بسيطة ابلايد ليها ليها علاقة بالحاجة اللي احنا بنتكلم فيها. فعشان كده انا قبل ما ابتدي في النفرولوجي افكركم بس ببعض شوية حاجات كده في الاناتومي عشان خاطر الناس نقدر نكمل الشرح واحنا مرتاحين. ده كده كدني واخدين فيها كروس سكشن، بنبص على شكلها من بره بنلاقي ان الكدني دي من بره ليها كبسول وفيها كورتكس وفيها مضاله. ده اول جزء ترتيبي كده. ولما تيجي تبص للجزء جوه من عند المضاله هتلاقي ان في حاجه اسمها البابيلي دي، ودي بتبقى شكلها بيراميدز، عشان كده شكلها مثلثات شبه الاهرامات كده بابيلي. بعدين في حاجه اسمها كاليسيس، كاليسيس، وبعد كده بتفتح على الرينال بلفس، بعد كده بتفتح على اليوريترز. والمنظر ده لان معظم النفرونز اللي هنتكلم عنها بشويه، لان النفرون دي هي الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني اللي هي بيحصل فيها الفلتريشن واللي بتخرج اليورين، غالبا الكولكتنج داكتس بتاعتها بتبقى هي النفرونز ومعظمها كورتيكال، والكولكتنج داكتس بتاعتها بتبقى مينلي ليها ميدالري اكستنشن. ليه؟ عشان خاطر اليورين اللي هيخرج في الاخر ده يوصل للمنطقه دي، ينزل في الكاليسيز، يخرج في اليورين. فكان لازم النفرون يبقى كورتيكال، ولازم تكون الكولكتنج داكتس بتاعته ميدالري عشان توصل بيراميدز للكاليسيز وتخرج في اليوريتر. عشان كده الناس اللي بيحصل لهم اوبستراكشن على مستوى اليوريتر هنا هتلاقي ان اليوريتر يبقى ديستاندد، وبعدين البلفز المايه تتجمع فيه، وبعدين ترجع ترد على الكدني، والكدني بقى بعد كده تبقى سكارد واتروفيك والحاجات اللي احنا عارفينها. الحاجه الثانيه اللي لازم نعرفها والاهم هو الترتيبه بتاعت الارتريس. الكدني هيدخلها رينال ارتري وهيخرج منها رينال فين. الرينال ارتري اللي بيدخل ده بيبدا ينقسم، بينقسم الاول لحاجه اسمها سيجمنتال ارتريس، وبعد السيجمنتال بيدي حاجه اسمها انترلوبر ارتريس، وبعدين بيدي حاجه اسمها انترلوبيولر ارتريس، وبعدين بيدي حاجه اسمها اركويت ارتريس. ومش مهم تبقى حافظ الترتيبه كده. طب ليه؟ لانه في الاخر لازم الارتريس دي تدي لحاجه اسمها افرنت ارتريول، يدخل هنا يعمل حاجه اسمها جلوميرولس ويخرج في صوره افرنت ارتريول، وبعد كده تبقى تتجمع الحاجات دي وتخرج من الفينس درينج عن طريق الرينال فين. بس المنظر اللي يهمني بالنسبه للاناتومي كبسول، كورتكس، مضله، رينال بيراميدز او بابيلي، كاليسيز، بلفس، يوريتر، رينال ارتري داخل ورينال فين خارج، والترتيبه بقى بتاعت الارتريز بعد ما تنقسم كده اوصل لحاجه اسمها افرنت ارتريول وافرنت ارتريول. ليه المعلومه دي مهمه بالنسبه لي؟ عشان خاطر ده النفرون اللي كنت بقول لكم موجود عليه ناحيه الكورتكس، ده النفرون وده الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني. اهم حاجه بيقولوا الكيدني دي فيها اب تو 1 مليون نفرون، دي الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني، اهم حاجه في الكيدني. تلاقي فيها كده بومنس سبيس، بعد كده بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، بعد كده اللوب اوف هنلي، بعد كده الدستر كونفوليوتد تيبيول، وبعد كده الكولكتنج داكتس. وهي دي الجزء اللي كنت بقول لكم بقيه النفرون معظمه كورتيكال، واوصل لحد الكولكتنج داكتس اللي هيخرج منها اليورين دي بتبقى ميدالري عشان الميه توصل لحد الكالسيس. ده الفانكشنال، دي اهم حاجه موجوده في الكدني النفرون. هنا شفنا في الجزء اللي فات وصل الافرنت ارتريول، وبعدين كده وبعدين خرج الناحيه الثانيه في صوره افرنت ارتريول. ليه؟ المنظر اللي جوه ده اسمه الجلوميرلس اللي نايم جوه البومنس سبيس. عشان كده هتلاحظ ان النفرولوجي فيه موضوعين، جلوميرلر ديزيزز
وتيوبلر ديزيزز، ما ده بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، لبوفينلي ده سر كونفوليوتد تيبيول يعني تيوبلر، دي اسمها تيوبلر ديزيزز، اسمها عن الاكيوت تيوبلر نيكروزس تيوبلر ديزيزز، او جلوميلر ديزيز في الجلوميلز ده اسمها عن امراض الجلوميل نيفرايتس النيفريتيك والنيفروتيك سندروم. فتلاقي الكدني يقول لك نون جلوميلر ديزيزز، نون تيوبلر ديزيزز، تيوبلر ديزيز، جلوميلر ديزيز، قصدهم على الجزء ده، وده يعتبر اهم حاجه لان هي دي الفانكشنال يونت اوف ذا كدني، الباقي كله انترستيشن. ايه الفكره اللي هنا؟ الفكره انه الدم لما يدخل عن طريق الافرنت ارتريول يخرج الميه، هنا الخطوه اللي اسمها الفلتريشن، هو ده المفروض يخرج في الاخر يبقى يرد. طبعا الفلتريشن ده في حاجات معينه هنتكلم عنها بنسمح لها بالفلتريشن، وفي حاجات لا، وفي حاجات بتتحكم فيها، وبعد كده لما بتنزل في حاجات بيحصل لها ري ابزوربشن، وفي حاجات بتبقى سكريتد في الاخر لحد ما اوصل للشكل الاخير في اليورين اللي هيخرج لحد الكلاسيس ده. فعشان كده موضوع الافرنت افرنت ارتريول ده موضوع مهم جدا بالنسبه لنا. انا دخلت بالافرنت ارتريول وبعدين دخلت وخرجت في صوره افرنت ارتريول، ومن هنا هيبدا يحصل الفلتريشن، يخرج من هنا لهنا. واضح ان هو عشان يحصل فلتريشن واضح انه في سبيس هنا، واضح انه في حاجه معينه بتخليه يعدي او لا. ده فيسل يعني ليه اندوثيليوم والوول بتاعه فيه سموث ماسل سيل، يبقى عندنا من ناحيه الاندوثيليوم بتاعنا، ودي اسمها بومنس سبيس، والبومنس سبيس دي بتبقى فيها حاجه شبه الابيثيليوم كده اسمها بودوسايتس اللي هي دي، والبودوسايتس دي بينها سلتس. والبودوسايتس دي بيبقى فيه بينها سلتس، فتحات مش مقفوله مش مصمطه عشان الحاجه تقدر تعدي. وفي النص في حاجه اسمها بيزمنت ممبرين، البيزمنت ممبرين ده بيتكون من حاجه اسمها لامينا انترنا ولامينا اكسترنا ولامينا انترميديا، مش مهم الطبقات بتاعته، المهم ان انا عرفت دلوقتي ان في اندوثيليوم من ناحيه، وان في بودوسايتس من ناحيه، وان في بيزمنت ممبرين في النص. عشان خاطر لما احب اعمل فلتريشن يبقى لازم الحاجه اللي بتعدي الميه تعدي من هنا، تعدي من هنا يحصل لها فلتريشن ما بين السلتس او الفتحات بتاعت البودوسايتس. دي النقطة الأولانية اللي عايزين نتكلم عنها. طيب في بس ظاهر معانا في الصورة هنا structure كده، طبعا ده الديستال convoluted tubule، محدش يبقى فاكر النفرون زي ما أنا كنت رسمه لازم إن النفرون لازم يبقى معدول كده كده، لا ده الجزء ده في الديستال convoluted tubule بيقرب بيلف يعني النفرون يبقى لاف حوالين نفسه، وتلاقي الديستال convoluted tubule قرب ناحية الافرنت arteriole، ويقولوا ان الجزء ده مع بعض الديستال convoluted tubule لانه في خلايا مهمه اسمها الماكلا دنسا مع الافرنت ارتريول مع خلايا ويدجت ما بينهم اسمها جاكستا جلوميلر سيل، الثلاثه دول مع بعض بيمثلوا حاجه اسمها جاكستا جلوميلر ابريتشس. بيكون من ايه؟ ماكلا دنسا موجوده في الديستال convoluted tubule، سبيشاليزد سيل في الديستال convoluted tubule، الافرنت ارتريول والجاكستا جلوميلر سيلز اللي وشتشت بينهم. هو ايه الجاكستا جلوميلر ابريتشز ده؟ ده اللي مسؤول عن البلاد بريشر كنترول، يعني ده اللي بيحس بالفوليوم ستاتس. الجهاز ده شغال ازاي؟ اول حاجه الافرنت ارتريول، الافرنت ارتريول لو حصل له ستريتش للمسل سيلز بتاعته، لو كل فيسل فيه سموث مسل سيلز، لو حصل له ستريتش وسع كده يحس انه في كميه دم جايه له كويسه، يعني يحس ان في كميه ميه كويسه، يعني الجسم ده كويس ايوفوليميك ومعناها ان ضغطه كويس. بس لو حس ان الكميه دي زياده عن اللزوم هيحس ان الجسم ده هايبرفوليميك، طب لو حس ان قليل هيحس انه هايبوبرفيوزد. يبقى الافرنت ارتريول السموث ماسل سيل بتاعته بتحس بالفوليوم ستاتس بتاعتنا، زياده قليله. طب والماكلا دنسا، الماكلا دنسا بتحس بالصوديوم، ما انت في اخر الديستال convoluted tubule وداخل على الكولكتنج داكتس وهتخرج لبره، هي بتحس بالصوديوم اللي موجود جوه اليورين. من احساس الخلايا دي بالبرفيوجن بالفوليوم بالبريشر واحساس الخلايا دي بالصوديوم بيدوا انبوت للخلايا اللي اسمها جاكستا جلوميلر سيلز عشان تزود او تقلل من افرازها للرينين، لان دي الخلايا المسؤوله عن افراز الرينين، وكلنا عارفين السيستم اللي اسمه رينين انجيوتنسين الدوستيرين سيستم اللي هنتكلم عنه كتير قوي في النفرولوجي وغير النفرولوجي.
سيستم ده اللي بيجريجليت كتير من الفوليوم ستاتس بتاعتنا والبلاد بريشر. يبقى الجاكستاجلوميلر ابريتشز بيتكون من ماكلا دنس سيلز في الديستال كونفوليوتد تيبيول، بيتكون من الافرنت ارتريول، وبيتكون من خلايا ويدجت ما بينهم اسمها جاكستاجلوميلر سيلز، وهي دي اللي بتفرز الرينين. امال دول مسؤولين عن ايه؟ عن السنسنج. واحد يحس بالسنس بالفوليوم بالبريشر، واحد يحس بالصوديوم، يدولها انبوت تزود او تقلل من افرازها للرينين. طب عايز نبص على المنظر ده تحت الالكترون مايكروسكوب. نبص هنا الافرنت ارتريول داخل، وهنا الافرنت ارتريول خارج، وده البومنز سبيس، وبيوريك البومنز كبسول، ودي الخلايا اللي اسمها الماكلا دنسا اللي موجوده جوه الديستال كونفوليوتد تيبيول، وهنلاقيها جايه جنب الافرنت ارتريول، وما بينهم وجهه الخلايا بتاعت الجاكستاجلوميلر سيلز اللي بتفرز الرنة. طيب موضوع الفلتريشن اللي احنا بنتكلم عنه ده هيبقى ايه وضعه؟ الفلتريشن ده هيحصل ازاي؟ يعني الخلايا جايه من الافرنت والافرنت، طب هيحصل ازاي؟ معلش بس الصوره دي مقلوبه شويه، جايب الافرنت فوق وجايب الافرنت تحت، مش تفرق معانا كتير، بس ستيل ما بين الافرنت هتلاقي الماجلا دنسا، ديستال كونفوليوتد تيبيول، جاكستاجلوميلر سيلز ويدجت ما بينهم. بيوريك انه ازاي بيحصل الفلتريشن. الفلتريشن في الكلى قايم على فكره البريشرز. يعني عامه لو ده فيسل وده بره، انت عايز تخرج الميه من جوه لبره. عشان تخرجها من جوه لبره محتاج حاجتين، واحد منهم انك تزود الهيدروستاتيك بريشر. لما تزود الهيدروستاتيك بريشر يضخ الميه لبره. وفي عامل تاني اسمه الانكوتيك بريشر. الانكوتيك بريشر بيمثله البروتين. الانكوتيك بريشر لو زاد ما بيطردش، بيسحب الميه. فبالتالي لو زاد الهيدروستاتيك بريشر او قل الانكوتيك بريشر تخرج ميه. ودي نستدل عليها بمعلومات كتير. مثلا عيانين الهارت فيلير، عيانين الهارت فيلير دول كونجستد، يعني عندهم كميه القلب ده مش قادر، القلب مش قادر يبمب الدم جوه الاورطه، فالدم متجمع هنا، فالدم يطلع يتجمع جوه الليفت اتريوم بعدين يخرج جوه اللونج. طب على الرايت سايد الدم مش قادر يضخ جوه البلمونري ارتري، فمتجمع في الرايت فنتركل، فمتجمع هنا، فمتجمع في السوبيري والانفيري فينا كيفا. طب الفيسلز دي الميه اتجمعت جواها، ده يزود الايه؟ الهيدروستاتيك بريشر، تخليها تطلع ميه لبره. فتيجي على مستوى اللنج تلاقي العينين يدخلوا بالمونري اديما، وتيجي على مستوى البريفري تلاقي العينين بقى عندهم كونجستد نيك فينز، وعلى رجليهم بقى فيهم اديما، لو الليمب اديما بعد كده يحصل لهم اسايتس. ده مثال من زياده الهيدروستاتيك بريشر. طب قول لي مثال على الانكوتيك بريشر. ما هو لما يجي يقول لك قول لي يا ابني اسباب الجنرالايزد اديما، تقول له هارت فيلير، ليفر سيل فيلير، رينال فيلير، وهايبو البومينيميا او نيوتريشنال. حضرتك عشان الليفر سيل فيلير ما بيقدرش يصنع بروتين، والرينال فيلير بيوقع البروتين في اليورين، والهايبو البومينيميا او النيوتريشنال ما بياكلش بروتين. الثلاثه دول عندهم نقص في الانكوتيك بريشر، نقص في الانكوتيك بريشر، وبالتالي الميه برضه تخرج لبره. فشفت العكس، عايز تخرج تطرد الميه لبره، زود الهيدروستاتيك بريشر او قلل الانكوتيك بريشر. عشان كده بقول لك عينين الهارت فيلير مورمين بسبب زياده الهيدروستاتيك بريشر، والثلاث عينين دول مورمين بسبب نقص الانكوتيك بريشر. وبالتالي هنا برضو انا ما بين الافرنت ارتريول وما بين البومنز سبيس عندي هيدروستاتيك بريشر وعندي انكوتيك بريشر. لو انا عايز ازق الميه من الافرنت ارتريول للافرنت ارتريول، وهو ده اللي انا عايزه، لان انا عايز اعمل فلتريشن، انا جايب ميه من الجسم في الافرنت ارتريول ومعاها ويست برودكتس وعايز ازقها من هنا لهنا. عشان كده لو عايز تزقها من هنا لهنا زود الهيدروستاتيك بريشر. ليه؟ انت ما تقدرش تقلل الانكوتيك بريشر، لانك لو قللت الانكوتيك بريشر يعني بتقلل البروتين في جسمك وتبقى هايبو البومينيميك، فدي حاجه مش كويسه. فانت بتلعب على نقطه الهيدروستاتيك بريشر، انا ازود الهيدروستاتيك بريشر هيعمل لي فلتريشن، وده بيسموه الفلتريشن فراكشن. عشان كده زود الهيدروستاتيك بريشر جوه الجلوميرولس، الجي دي يعني حرف الجلوميرولس، وتكون اعلى من الهيدروستاتيك بريشر جوه البومنز سبيس. عشان كده دي النت ايكويشن في الاخر. طب سؤال، ازود الهيدروستاتيك بريشر ازاي هنا؟ دي معلومه. تسمع عن حاجه اسمها البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز دي بتعمل فازو دايليتيشن اوف ذا افرنت ارتريول. وتسمع عن حاجه اسمها الانجيوتنسين، وده بيعمل فازو كونستريكشن اوف ذا افرنت ارتريول. لما اوسع ده من هنا وضيق اللي خارج من هنا هيقل، هيزيد البريشر جوه. فانا اعمل فازو دايليتيشن للافرنت بالبروستاجلاندين وفازو كونستريكشن للافرنت بالانجيوتنسين، ازود الهيدروستاتيك بريشر يزيد الفلتريشن تخرج الميه والويست برودكتس. عشان كده
كلنا نعرف ادويه النون ستيرويدلز، وعارفين ان النون ستيرويدلز بتنهبت السايكل اوكسجينيز انزيم، وده بيقلل البروستاجلاندينز فبيقلل الفازو دايلاتيشن وبيحصل فازو كونستريكشن وبيقلل البريشر جوه وبالتالي بيقلل الفلتريشن. عشان كده الانالجيسكس والنون ستيرويدلز بتدخل في رينال فيلير. الدواء التاني اللي اسمهم الايس انهبيتورز اللي بيوقفوا الانجيوتنسين وبالتالي مفيش فازو كونستريكشن، يحصل فازو دايلاتيشن، يقل البريشر هنا، يقل الفلتريشن، يزيد الكريات بتاعت العيانين. عشان كده كل ما بتدي عيان ايس انهبيتور لازم تتابع الكيدني فانكشن، ولو لقيتها زادت اكتر من 30% الكريات من البيز لاين لازم توقفها. طب انا بديها ليه وانا رغم ان انا عارف انها ممكن تاثر على الكيدني فانكشن؟ هنتكلم عنها بعدين في الدايبيتس ونقول ان ليه بديها وليه هي فعلا بتفيد العيانين على الرغم ان هي ممكن تزود الكريات وتزود البوتاسيوم. ده الشكل اهو بتاع النفرون، هذا المنظر بتاع البومنس سبيس، بعدين هذا البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، ديسندنج لوب اوف هنلي، اسندنج لوب اوف هنلي، ديستال كونفوليوتد تيبيول، كولكتنج داكتس، وازاي ان النفرون معظمه موجود كورتيكال، وازاي ان الكولكتنج داكتس اكتر واحده بتسافر ناحيه المظله عشان في الاخر عايزين نوصل للكاليسيز ونخرج اليورين. طب الدياجرام ده هفهمه فين؟ لا انا هفهمه بعدين بعد ما اتكلم على اكتر حاجات من الهرمونز واشوف الاماكن بتشتغل فين اقدر ابقى قادر كويس افهم الدياجرام ده. دي كانت النقطة الأولانية في البيزك اللي عايز أتكلم عنها. النقطة الثانية هنبتدي بقى نتكلم كلينيكال. هو بيقول لك قبل ما نتكلم في الأمراض في النفرولوجي لازم تكون فاهم الدياجنوستيك تاست ان نفرولوجي. كل ما دكتور عيان بيروح لدكتور الكلى ما بيطلبش غير ثلاث حاجات: يورين أناليسيس، كيدني فانكشن اللي هو الكيمستري يعني بلاد يوريا نيتروجين وكريات، والالترا ساوند. هم دول الثلاث طلبات اللي بيطلبهم دكتور الكلى، ما بيطلبش ثلاثة غير دول. فهو عايزك تفهم سونار هيشوف شكل الكيدي عامله ازاي، الكيدني فيها نفرابثي، لا ده هنتكلم عنه. انما هو بيقول لك اعرف شويه عن اليورين اناليسيس ونعرف شويه عن البلاد كيمستري. وهنا بقى ما بنتكلمش بيزك، الحاجات دي احنا مش بندسكاس ده في ستيب 1، دي معلومات بيور كلينيكال هيشوفك انت فاهم فيها ايه. عشان اكلمك في اليورين اناليسيس هقول لك ان اليورين اناليسيس ده بيبقى شقين، يعني لما بتروح تدي عينه يورين، عينه اليورين دي بيحللوها على بتحليلين. في شق من اليورين اناليسيس بيبقى دابستك اللي احنا شايفينه في اليمين ده، دابستك ده عن شريط، والشريط ده بيبقى فيه علامات الوان كده وبعدين يحطوه في اليورين ويدي الوانه. وفي جزء تاني بيبقى مايكروسكوبيك بيفحصوه تحت الميكروسكوب، بيبص على خيطين تحت الميكروسكوب. الجزء الميكروسكوبيك ده بيشوف سيلز، كريستالز، كاستس، بكتيريا. عشان كده يقولوا ثلاثة بحرف السي واحدة بي، محدش يحفظ حاجة. انت مش مطالب ابدا انك تحفظ اي حاجة في الاسم، ليه؟ انت مطالب انك تفهم الكونسبتس. ممكن انا احفظتهم عشان انا بتيتش الحاجات دي، لكن انت محتاج تفهم الكونسبتس بس. والتبستك الحاجات دي كومبلمنتري لبعض، يعني مفيش يورين اناليسيس يتعمل ده او ده بس، وهنشوف ازاي هما الاثنين بيكملوا بعض. الدبستك دي اول ما بيحطها في اليورين فيها شوية حاجات هتديله الوان تديله دلالات معينة. اول حاجة فيها اسمه ليكوسايت ستريس. ايه الليكوسايت؟ الليكوسايت يعني وايت بلاد سيل ستريس ذا انزيم. كل الجرانيولوسايتس، لانه الوايت بلاد سيلز تشمل خلايا ليمفويد وخلايا مايلويد، وخلايا المايلويد في منها جرانيولوسايتس وفي منها مونوسايت. المونوسايت ده بتوع الماكروفاج. الجرانيولوسايتس هي الخلايا اللي فيها جرانيولز، يعني النيوتروفيل والاسينوفيل والبيزوفيلز، دول اسمهم جرانيولوسايتس. كل الجرانيولوسايت بتاعت الوايت بلاد سيلز فيها ليوكوسايت ستريس. فلما الدبستك يقول لك لقيت ليوكوسايت ستريس تريس او بلس، معناها انه لقى وايت بلاد سيلز. بس حضرتك لقيت وايت بلاد سيلز دي نيوتروفيل، ما هي لو نيوتروفيل هفكر في انفلاميشن وفي انفكشن وانفلاميشن، ولا اسينوفيلز يعني افكر في حاجه الرجيك. فالدبستك واضح انه معلومات بتاعته مش قويه قوي، هو اداني معلومه وسكت، قال لي على فكره في وايت بلاد سيلز. اي نعم بروبابلي، احنا عارفين انه لو في خلايا وايت بلاد سيلز اكتر حاجه هي النيوتروفيلز وبروبابلي ده انفكشن، بس ده موست بروبابلي، لكن انا عايز اتاكد. عشان كده لما تحب تتاكد هتعمل ايه؟ هتروح تعتمد على الجزء الميكروسكوبيك، تقول له انا عايز الجزء الميكروسكوبيك يشوف لي السيلز، يشوف لي الخلايا. الجزء الميكروسكوبيك ده هيروح يحط البتاع ويحط يبص تحت ويشوف لك ايه شكل الخلايا اللي موجوده ويقول لك عنها ايه، ايه هي الوايت بلاد سيلز دي. الكلام عشان بس اوريكم ان الكلام اللي انا هقوله ده مكتوب. الوايت بلاد سيلز اللي هو هيوريها لك دي هيحط الميكروسكوب ويقول لك انا شفت سيلز، ما احنا قلنا الجهاز بيشوف سيلز، بس هيقول لك السيلز اللي انا شفتها دي ممكن تكون خلايا وايت بلاد سيلز
وممكن تكون ار بي سيز. هيعرف يقول كده؟ اه هيعرف يقول كده، لقيتها دي او لقيتها دي، ار بي سيز مش بتاعتنا دلوقتي. طب لقيت وايت بلاد سيلز، طب جاوب لي نيوتروفيل ولا ايسينوفيل. تيجي تلاقي ان الميكروسكوبيك تيست نفسه استيل عاجز ان يقول لك دي نيوتروفيل ولا ايسينوفيلز، بس بيقول لك احنا ممكن نحط صبغه اسمها رايت ستين. الرايت ستين دي ان حطيناها الخلايا الصبغه دي بتصبغ الايسينوفيلز. والله لو اتصبغت تبقى دي ايسينوفيلز، لو ما اتصبغتش تبقى نيوتروفيل وخلاص. طب ما الموضوع سهل اهو. اه الموضوع مش سهل قوي كده. اي نعم انت هتقول له انا استخدم صبغه الرايت ستين وانا هعرف، بس يقول لك خلي بالك ان التست ده عنده هاي سبيسيفيستي، يعني لو اتصبغت فعلا هقدر اقول ان مليون في الميه دي ايسينوفيلز، بس لو صبغت وما اتصبغتش عندها ليميتد سنسيتيفيتي، مش معناها انه مش اكيد دي مش ايسينوفيلز، لا، بس لو اتصبغت تبقى معناها اكيد ايسينوفيلز. يبقى احنا الديب ستيك هيقول لي في ليوكوسايت ستريس، معناها ان دي وايت بلاد سيلز، هروح ابص في الميكروسكوب هشوفها ار بي سيز وهشوف ان في وايت بلاد سيلز، واعرف ازاي مش هيقدر يفرق اذا كانت نيوتروفيل ولا ايسينوفيل الا باستخدام الرايت ستين. دي الخطوه الاولانيه في الديب ستيك. الخطوه الثانيه هيقول لك نايترايتس، اه جرام نيجاتيف بكتيريا عندها القدره انها تحول النيتريت الى نايترايتس. اذا لما بتلاقي في التاب ستيك نايترايتس بوزيتيف معناها ان انت مصاب بانفكشن، ولاننا كلنا عارفين ان الموست كومن كوز اوف يورينري تراكت انفكشن از اي كولاي which is a جرام نيجاتيف اورجانيزم، يبقى العيان اللي هلاقيه نايترايت بوزيتيف وخصوصا لو كان ليكوسايت استريز والخلايا نوعها وايت بلاد سيلز، فبقى احنا عندنا فيري سترونج ايفيدنس ان العيان ده عنده يورينري تراكت انفكشن، وما بقيناش محتاجين ان احنا ندور اكتر من كده. ده من قبل ما اعمل بكتيريا ولا جرام ستين ولا حاجه، انا خلاص بقيت متاكد ان العيان ده عنده انفكشن. وان كان انا ممكن قلت لك النيورال اناليسيس بيعمل سيلز كريستال كاست وبكتيريا، يعني انا اجيب اروح اصبغ البتاع دي بالجرام ستين واشوف هتتصبغ، اكيد هتتصبغ جرام نيجاتيف لان الاورجانيزم غالبا ايكولاي، واقدر اعمل منها مزرعه واعمل لها كالتشر وسنسيتيفيتي. طب الانفكشن ده كان يو تي اي بس، يو تي اي يعني سيستايتس، ما حدش يفتكر ان اليوريثرا، انتوا عارفين ان الترتيبه يعني بتبقى يوريثرا يوريثرا بعد كده اليورينري بلادر بعد كده الايه اليوريترز بعد كده تدخل على البلفس بتاع الكدني، تمام كده. دي اسمها سيستايتس وهو ده السيستايتس يعني يو تي اي، انما اليوريثرايتس ده سيكشوال ترانسميتد انفكشن كلاميديا جونوريا، فاحنا بنتكلم على اليو تي اي من اول السيستايتس اللي هي بتاعت الايكولاي في السيستايتس. ممكن الانفكشن ده يطلع من هنا بعدين يوصل لهنا بعدين توصل لهنا، ما بقاش بقى اسمها سامبل يو تي اي ولا سيستايتس، ده بقى اسمها بايلو نفرايتس. ساعتها هتلاقي جزء في الميكروسكوبيك اناليسيس اسمه وايت بي سيز كاست. يعني ايه كاست؟ جوه اليورين في حاجه اسمها جلايكوبروتينز، بيحصل احيانا الجلايكوبروتينز دي ليها بعض الوظائف، بيقولوا انها بتمنع كريستاليزيشن اوف ذا كالسيوم عشان ما يحصلش كالسيوم ستونز، وبتديفند اجينست الانفكشن. المهم البروتينز دي احيانا بيحصل لها بريسيبيتيشن وبتكون حاجه اسمها كاستس. طيب في البايلونفرايتس بتتكون حاجه اسمها وايت بي سيز كاستس، وهنتكلم شويه عن موضوع الكاستس ده. يبقى واضح ان انا من خلال الداب ستيك ليوكوسايت استريس مع نايترايتس بوزيتيف شكيت في انفكشن، رحت بصيت على السيلز لقيتها نيوتروفيل، اكدت كلامي، عملت ستيننج للبكتيريا طلع جرام نيجاتيف، اكدت كلامي اكتر، بصيت على اليونين اكتر ليكون في كاست ويكون الموضوع ما يبقاش سامبل، وتطورنا من مرحله السايتس الى بايلو نيفرايتس. وده يخليك دلوقتي تقدر تجاوب على السؤال ده اللي في اليو وورلد. عيان 24 سنه في ميل جت تشتكي بقى لها 24 اورز هيستوري اوف رايت فلانك بين وبيرنينج ميكتوريشن وهاي جريد فيفر وتشلز. والله كلنا عارفين ان عيانين اليو تي اي بيشتكوا من ديسيوريا يعني صعوبه في اليورينيشن، وارجنسي يعني ما بيلحقوش يمسكوا نفسهم، وفريكونسي يعني بيروحوا على الحمام كتير. وكل ما كانت الحراره تعلى قوي والعيان يبدا يجي لهم فيفر عاليه وريجرز وتشالز وحاجات زي كده، ده بيريز السسبشن فور ذا بايلونفرايتس. هير تمبريتشر 39، بلاد بريشر 90 60، بلاد بريشر بتاع بوردر لاين. Physical examination showed a costo vertebral angle tenderness. خلاص المعلومة دي is very specific للبايلونيفرايتس. لما نيجي نتكلم عن الانفكشن هقول لك أول ما تسمع عيان عنده سيوريا وارجنسي وفريكونسي ويقول لك costo vertebral angle tenderness خلاص دي تساوي بايلونيفرايتس، دي خلاص ما بقتش سامبل يو تي اي، دي مش سامبل سيستايتس. Which of the following is most likely urine depth stake finding in this patient؟ واللي يقدر يعرف الإجابة ممكن يكتب لنا في الشات.
اي حد يتبرع بالاجابه A B C D. تمام صح الاجابه بوزيتيف فور نايترايتس اند ستريس. بس شفت هو ازاي بيسال في اليو وورلد على معلومه بسيطه، بس هو عنده فكره انك فاهم هو ايه الاستريز وبقى موجود فين وفي الليكوسايتس وازاي جرام نيجاتيف بكتيريا بتحول نايتريت لنايترايت وازاي دي كانت ايكولاي عملت ستايتس وتطورت لمرحله البايلو نفرايتس. وده ميزه المذاكره الانتجريتد والحاجات لما تذاكر معلوماتك انتجريتد بالاسئله سبورت بالاسئله. طب وبعدين في جزء تاني خلاص. طب كده اتكلمنا على الجزء الخاص بما يخص الانفكشن، طب هيشوف لي حاجه تاني؟ انا هخليه يشوف لي بلاد ويجي يقول لي لقيته تريس او بلس او بلس 1 او 2 او 3. كويس هيماتوريا مش بالبساطه دي. مش معنى انه الدبستيك قالوا ان في بلاد يعني عيان عنده هيماتوريا. ليه؟ لانه في نتائج بتطلع فولس بوزيتيف. هو يعني ايه بلاد؟ مش يعني ار بي سيز؟ المفروض ار بي سيز هيماتوريا صح؟ الدبستيك ما بيفهمش الكلام ده. يعني لو كان في هيموجلوبين اللي هو نواتج تكسير الار بي سي زي حالات الهيموليتيك انيميا، او لو كان في مايوجلوبين طلع من العضلات في حالات الرابدوميالوسيس برضه هيديك بوزيتيف. هو بالنسبه له اي حاجه لونها احمر تبقى بوزيتيف، تطلع ار بي سيز تطلع هيموجلوبين تطلع مايوجلوبين ما يعرفش هو. يبقى هو بيديني ايفيدنس البلاد، بس انا محتاج ايفيدنس ان دي ترو هيماتوريا يعني ار بي سيز. وعشان اتاكد ان دي ترو هيماتوريا قلنا انه الميكروسكوبيك بيشوف السيلز ويقدر يشوف لك في السيلز اذا كانت الخلايا دي ار بي سيز ودي معناها هيماتوريا. عشان كده لما تشوف ده تبدا تفكر وتسال العيان عشان خاطر نبدا ندفرنشيت الهيماتوريا بتاعت العيان. ما هو انا الدابستاك اداني بوزيتيف والمايكروسكوبيك قال لي في ار بي سيز يبقى خلاص ده هيماتوريا. امال ايه الفولس بوزيتيف؟ الهيموجلوبين والمايجلوبين يدوني فولس بوزيتيف. تبدا تسال العيان تقول له هي الهيماتوريا دي بتجي لك في اول يورينيشن تبقى اسمها انيشال هيماتوريا ودي بتيجي في حالات اليوريثرال ديزيز، ولا الهيماتوريا دي بتجي لك تيرمينال عندنا في مصر عشان احنا كمان عندنا الشيستوسوما هيماتوبيوم والموضوع ده، فموضوع انه العيانين كتير عندنا بيبقى عندهم مشاكل مش سيميسيس فبيبقى عندهم تيرمينال هيماتوريا وده بيبقى ايفيدنس لان هي بتاثر على الجول على اليورينري بلادر. فتفكر مثلا لو قالك الهيماتوريا اللي عندي بتيجي تيرمينال اقول دي حاجه في اليورينري بلادر، دي سيستايتس، دي ستون في اليورينري بلادر، ده عنده كانسر في اليورينري بلادر. ولو قالك الهيماتوريا بتاعتي اول ثرو بتيجي من الاول للاخر تبقى غالبا القصه دي ليها علاقه بجوه الكدني. يبقى الانيشال يوريثرا التيرمينال بلادر الاول ثرو دي غالبا جايه من الكدني من فوق، بس في واحد جوه الاسباب بتاعت الكدني ليه معزه خاصه عندنا شويه اسمه جلوميلر نفرايتس. قلت لك كل حاجه في الكلى بيقولوا عليها جلوميلر ديزيزز تيوبلر ديزيزز نون جلوميلر نون تيوبلر ديزيز، فدول ليهم اهميه خاصه عندنا. ليه؟ لان الجلوميلر نفرايتس ده في حاجات هتفرقه عن حاجات. عيان جا عمل دبستاك طلع بوزيتيف فور بلاد، شكيت في هيماتوريا بس خفت لتكون فولس بوزيتيف بسبب الهيموجلوبين مايجلوبين، كده كده بصيت للميكروسكوبيك ولقيت قال لي ليه ايفيدنس اوف ار بي سيز، رحت سالت العيان انت انيشال انت تيرمينال ولا اول ثرو؟ فالعيان ده قال لي انا عندي الهيماتوريا اول ثرو. قال لي انا عندي سوري خلينا نشوف السؤال ده بعدين اجاوب معاكم. عيان 53 سنه ميل جاي يشتكي من اوكيجنال ريد يورين، العيان عنده جروس هيماتوريا هو شايف اليورين بلود بقاله 3 شهور. هيز يورين اب ستريم مش عارف ايه نورمال انيشلي بات تيرنز ريد باي ذا اند افويدنج، يعني العيان ده عنده تيرمينال هيماتوريا. عملوا له يورين اناليسيس بوزيتيف فور بلود بالدبستيك وعملوا كونفرميشن بالمايكروسكوبيك. ايه الموست لايكلي كوز اوف ذيس بيشنت سيمبتومز؟ الناس اللي تعرف الاجابه تقول لنا في الشات. عيان عنده تيرمينال هيماتوريا وتاكدوا ان ده مش فولس بوزيتيف، ما كانش هيموجلوبين ولا مايجلوبين، اتاكدوا ان هو بلاد باي ار بي سيز في الميكروسكوبك اناليسيس. تكون الاجابه A this is a bladder disease. تمام الحته بقى الثانيه هجيب لي عيان بعد شويه ويقول لي العيان عنده هيماتوريا
ويقول لي العيان ده عنده هيماتوريا all through due to blood in his urine. وبعدين لما هيسألوه هيلاقوا العيان ده عنده شوية حاجات تانية، بس العيان لما بيدخل في episode بيدخل في episode of red urine all through. مش مهم يعني الفكرة، السؤال بقى bladder disease يعني مش مهم بقية الفكرة، هو ما طلبش التفصيل. هنا العيان ده هنشوف هنكمل بقية السيناريو، بس بيتكلم عن هيماتوريا all through. تبقى المشكلة فين؟ المشكلة جاية من فوق من الكدني، مش من اليوريثرا ولا من البلادر. طيب يبقى جاي من الكدني. الفكره بقى ان انا قلت لك ان جوه الكدني دي في واحد من الاسباب اسمه جلوميرلر جلوميرلونيفرايتس. الجلوميرلونيفرايتس مرض هنتكلم عنه بعد شويه، مرض النفراتيك سندروم الشهير، يعني انفلاميشن على مستوى الجلوميرلس. الناس بتجاوب السؤال ده جلوميرلس. هي الفكره بس ان انا عايز اتكلم فيها ايه، انه العيانين عاده، عيانين عاده بتوع الجلوميرلونيفرايتس عاده عاده بتكون الهيماتوريا بتاعتهم مش جروس، بتكون مايكروسكوبيك، يعني ممكن العيان ما يشوفهاش. انت لما تيجي تعمل له يورين اناليسيس تلاقي فيه ار بي سيز، بس هو ما بيبقاش شايف. انما غالبا الحاجات زي الكانسر والهيموفيليا ومش عارف ايه والستونز والحاجات دي والكانسر، الحاجات دي غالبا بتعمل هيماتوريا بتبقى جروس، يعني العيان بيشوفها بعينه. فدي بتدي فكره كده. بس ده بيقول لك اكتر من ليه، لانه في نوع في انواع الجلوميرلر اسمه اي جي اي نيفروباثي، وده بيعمل جروس هيماتوريا. يبقى ده مش قاعده ابسوليوت، بدليل ان العيان اللي فات اللي جاي ده عيان هنشوف اجابته ايه وجاي بيه جروس هيماتوريا، هو شافها بعينه ان دي هيماتوريا. نمره اتنين، هنشوف الايفيدنس بتاع المرض. لو لقينا الايفيدنس بتاع الجلوميرلر نيفرايتس، هم زمان كانوا يقولوا لنا ايه هي النيفراتيك سندروم، فنقول النيفراتيك سندروم دي عندهم بروتونوريا وهيماتوريا وازوتيميا. كلمه ازوتيميا نشوفها يعني زياده في الكيدني فانكشنز. فانا لو لقيت العيان بتاعي عنده هيماتوريا ومعاها ازوتيميا وبروتينوريا، بروبلي ده عيان، وخصوصا هو هايبرتنشن مثلا، ده بروبلي ده جلوميرولونفرايتس. لكن برضه في كمان نقطه بتفرق، الار بي سيز اللي بتنزل. لو كان انت عندك الكلى هنا وده البلفس وعندك ستون هنا، البلفس نزل لحد، سوري معلش الرسمه معوقه شويه، وده البلادر وعندك ستون هنا بتحك فيه هنا، هتنزل الار بي سيز ايه؟ سليمه زي ما هي الار بي سيز، وهتخرج ار بي سيز سليمه. بس لو كانت المشكله عندك على مستوى الجلوميرلس، فاكرين ده بقى البومز سبيس وده الافرنت والافرنت، وعندك انفلاميشن هنا، الار بي سيز عقبال ما تعدي من هنا جوه البومز سبيس وتمشي بقى في كولكتنج تبيولز لحد ما تخرج من هنا، هل لما تعدي الطريق ده الار بي سيز هتعدي سليمه زي ما هي؟ ديفنتلي لا. الار بي سيز شكلها هيتغير، وتلاقي الار بي سيز نازله عامله كده، ما بقتش هيلثي ار بي سيز كده، يقولوا عليها ديسمورفيك ار بي سيز، او ليها كلمه تانيه اسمها ذا جوست ار بي سيز. جوست ليه؟ لان شكلها بقى شبه الجوست، شكلها غريب، اسمها ذا جوست ار بي سيز، ديسمورفيك ار بي سيز. يبقى لما اجي اشوف عيان زي ده عنده 24 سنه، جه نتيجه عنده بلاد ان يورين، بقى له 1 داي هيستوري، عنده مايل باك ديسكمفورت وعنده سنجل ابيسودز اوف ريد يورين، ذا هيماتوريا ريزولفد بس هيز يورين ناو نورمال يلو كلر، ذا بيشنت عنده سور ثروت بقاله 4 دايز، توك 3 دابلتس اوفر ذا كاونتر. ليه؟ لان احنا هنيجي نتكلم بعد كده ونقول اه ده العيانين اللي بيجي لهم ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، بعد كده العيانين بيدخلوا في هيماتوريا، فكر في الجلوميرولونفرايتس، وخصوصا لو كانت قريبه قوي من بعد الدور اللي جاله في within a week بنقول عليها اي جي اي نفرابثي، لو كانت فتره طويله 2 to 3 weeks بنقول عليها بوست ستريبت جلوميرولونفرايتس. دي حاجه هنشوفها بعد كده. يبقى في انواع في النفريتك سندروم، الاي جي اي نيفرابثي والبوست ستريبت جلوميرولونفرايتس مرتبطين بالانفكشنز، بالابر ريسبيراتوري تراكت والثروت انفكشنز. حتى في نوع منهم اسمه بوست ستريبت جلوميرولونفرايتس، ما بعد الستريبت كوكس، وهم بيقولوا على ستريبت ثروت، لانه السور ثروت اللي بيجي لنا ده معظمه ستريبت، حتى الدواء اسمه ستريبسلز عشان خاطر ستريبت كوكس يعني. توك 3 تابلتس او اسيتامينوفين كذا كذا كذا. بعدين جم يبص لقوا العيان عنده بروتينوريا بلس 3، وبعدين مش بس ده، العيان عنده هيماتوريا، يعني العيان عنده هيماتوريا وعنده بروتينوريا وكان عنده دور انفكشن وبتاع. فانا افكر ان السبب اللي عنده غالبا جلوميرولونفرايتس، عشان كده سبب في الجلوميرولونفرايتس. عشان كده الجدول حاول يقارن لك ما بين الاثنين ويقول لك خلي بالك، لو لقيت عيان عنده هيماتوريا مايكروسكوبيك ما عدا في الاي جي ان نفروباثي هتبقى جروس، هيشوفها بعينه، هتلاقي العيانين عندهم evidence of the nephritic، هتلاقي العيانين عندهم azotemia يعني زياده في الكريات واليوريا، هيبقى عندهم hypertension، هيبقى عندهم بروتينوريا. ال RBCs هتبقى شكلها dysmorphic RBCs، the ghost RBCs، واذا عندهم نوع تاني من الكاست اسمه RBCs cost،
لو خدنا شفنا الواي بي سيز كاست في حالات البايلونفرايتس بنشوف الار بي سيز كاست في حالات الجلوميرولر عشان نفرقها عن الاذر نون جلوميرولر. دايما اقول لك في النفرولوجي عندهم وهم التيوبولر والجلوميرولر ديزيزز فيرسس اي حاجه، فلما تشوف الاسباب دول ناخد ده على جنب ونقارنه فيرسس الباقيين. طب اعرفه ازاي؟ لقيت عنده بروتينوريا، لقيت عنده طبعا هم هيماتوريا وعندهم بروتينوريا، لقيت عنده ازوتيميا زياده في الكيدني فانكشنز، لقيت عندهم هايبرتنشن، لقيت عندهم ديسمورفيك ار بي سيز، لقيت عندهم ار بي سيز كاست. كل ده بيسبورت الايفيدنس ان ده جلوميرولونفرايتس مش الباقيين. يبقى قد ايه اليورين اناليسيس الدبستيك كان كلو عرفت منه من اول صوره ورهاني انه في بلاد خفت يكون هيموجلوبين او مايجلوبين، عملت انا مايكروسكوبيك قال لي دي ار بي سيز، شفت شكلها عاديه ولا ار بي سيز كاست او ولا ار بي سي ولا ديسمورفيك ولا معاها كاستس، وبدات ديفرنشيت اسباب الهيماتوريا. طب الدبستاك هيجاوب على اسئله تانية؟ هيجاوب على سؤال تاني. ايه هو؟ هيقول لي انا لقيت بروتين، لقيت تريس بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4. بس بلس 1 يعني 1 جرام في اليوم، بلس 2 يعني بيجيب 2 جرام في اليوم، 3 جرام في اليوم، 4 جرام يورين في اليوم، يعني ابروكسيميتلي بلس 1 يعني كانه بيجيب 4 جرام في اليوم، ابروكسيميتلي ابروكسيميشن. وهنا تريس وبعدين هنا فاضي. ايه مشكله البروتينوريا هنا في الدابستاك؟ مشكله البروتينوريا في الدابستاك مشكلتين. نمره واحد ان هي ما بتشوفش غير الالبومين بس ما بتشوفش اي نوع تاني من البروتين. طب حضرتك تسمع عن عيانين عندهم اسمهم مالتيبل مايلوما، وده بيبقى عندهم اكسسيف لايت تشينز، ودي بتكسر لبنس جونز بروتينز، فالمفروض لما احط الديب ستيك يطلع لي بروتين بوزيتيف، هيطلع لك نيجاتيف. ليه؟ ما بيشوفش اي بروتين غير الالبوم. عشان كده انت لازم تكون رايح تدور على البنس جونز بروتينز ومش بالديب ستيك، بتست سبيسيفيك ليه هو. دي الغلطه، دي المشكله الاولانيه فيه. المشكله الثانيه فيه انه ما بيشوفش البروتينز الا على ليفلز معينه. اي نعم تلاقي بعض الكتب تقول لك خلي بالك ده الداب ستيك يقدر يلقطها من اول 30 مللي جرام، بس الحقيقه ان هم يقولوا الصح ان هم ما بيلقطش غير اكتر من 300 مللي جرام يورين. هو احنا نورمالي بنوقع قد ايه في اليوم؟ احنا نورمالي بنوقع تقريبا اقل من 30 مللي جرام في اليوم في البومين، بس اقل من 30 ده نورمال. طيب واكتر من 300 بيجيبهم الداب ستيك، طب والرقم اللي في النص ال 30 ل 300 هو ده نورمال؟ لا طبعا مش نورمال، دي اسمها مايكرو البومينوريا، انما دي اسمها اللي اكتر من اسمها ماكرو البومينوريا. يبقى ما بيلقطش غير الالبومين وما بيلقطش غير الماكرو وما بيلقطش المايكرو البومينوريا. طب ودي خطر جدا، لانه عيان الدايبيتس ميليتس اول ما يديفلوب مايكرو البومينوريا لازم تحطه على ايس انهبيتور، الدواء اللي كنا بنتكلم عنه من شويه بنقول انه بيزود الكيدني فانكشنز، ده لازم تحطه على ايس انهبيتور. ممكن دلوقتي اقول لك ليه بيحطوه على ايس انهبيتور، اقول لك انه لو دي البومز سبيس ولو ده الافرنت ارتريول وده الافرنت ارتريول، ودلوقتي الدايبيتس بدا يبوظ البيزمنت ممبرين وبدا يعدي الالبومين من هنا يقع هنا، هتسيبه شويه يفضل يزيد 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 ويفضل العيان ده يوقع البومين في اليورين وفي الاخر الكيدني دي تبوظ. عشان كده قالوا احنا هنعمل حل. هو ايه اللي بيوقع الحاجات من هنا؟ لقوا الهيدروستاتيك بريشر، قالوا احنا نقلل الهيدروستاتيك بريشر هنا. هو مش كان البروستاجلاندين بتعمل فاز دايليتيشن هنا والانجيوتنسين بيعمل فازو كونستريكشن هنا؟ طب قالوا نعمل ايه؟ ندي ايس انهبيتورز، نقلل الانجيوتنسين، يحصل فازو دايليتيشن، يقلل الفلتريشن، يقلل البروتين اللي بيقع. وكانت فكره ذكيه وفعلا بتحسن العيانين بتوع الكيدني، ومن احسن الحاجات اللي بتفرق معاه وبتقلل البروجريشن بتاع الدايبيتك نفرابثي. بس في المقابل اكيد ما هو انت لما قللت الفلتريشن يبقى الكريات مش هيقع والويست برودكتس مش هتقع، يبقى هتعلى شويه فتلاقي الكريات هيعلى. قالوا احنا عارفين انه هيعلى، بس هيعلى في خلال قد ايه؟ لو عالي اقل من 30% من البيز لاين، لو كنا بادئين واحد وبقى واحد وثلاثه يا سيدي مش مشكله، مش هيحصل حاجه، بس النفع اللي هيعود اكبر من الضرر اللي هيعود عليه. لو حضرتك انا اديته واحد بصيت لقيت الكريات بقى اثنين، لا حضرتك وقف الدواء خلاص بقى، ما مش هنستفيد بحاجه. يبقى المعلومه اللي عايزين نقولها انه العيانين انه الدابستك مشكلته انه ما بيلقطش اي بروتين غير الالبومين. الحاجه الثانيه انه ما بيلقطش الالبومين غير في الماكرو البومينوريا، وده ممكن يماس عيانين الدايبيتس. عشان كده لو عندك عيان دايبيتس ما تطلبلوش دابستك، اطلب له مايكرو البومينوريا تست يروح يتكت اليورين. طب هم ازاي يتغلبوا على المشكله دي؟ لا ساعتها بقى ما فيش حاجه في السيل في الميكروسكوبيك اناليسيس، ده كان سيلز كريستال
كاست بكتيريا ما لوش علاقة بالبروتين. قالوا نعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها 24 hours بروتين، يعني نجمع البروتين في 24 ساعة ونحلل كمية البروتين اللي فيه ونشوف هتطلع قد ايه، وهنكتب طلعت 300 مللي جرام، طلعوا جرام، طلعوا 2 جرام وهكذا. بس بيقولوا ان التست ده سبيسيفيستي عالية مليون في المية، بس عنده تكنيكال ديفيكولتي، يعني انك تقعد تجمع فيه 24 ساعة والعيان وهيجيبهم كلهم مظبوطين وبتاع، لو ان فيه تكنيكال ديفيكولتي. عشان كده فيه تست بيتغلب عليه اسمه البروتين كريات ريشيو او الالبومين كريات ريشيو، وده بيبقى سنجل يورين اناليسيس، يعني بتاخد عينه واحده يقدر يديتكت انت بتوقع كميه قد ايه على مدار اليوم. يعني لما يجي القلب من كريات ريشيو يقول لك 30 يبقى انت بتوقع 30 مللي جرام في اليوم، يجي يقول لك 1 جرام يبقى انت بتوقع 1 جرام في اليوم. وهو ده التستين على فكره ليهم نفس السبيسيفيستي، بس هتلاقي ماستر ذا بورد بيقول لك لو كانوا الاثنين قدامك في الاختيار اختار بروتين كريات ريشيو او قلب من كريات ريشيو بسبب التكنيكال ديفيكولتيز اللي موجوده مع 24 اورز يورينري بروتين، ودي المشكله اللي هتغلب بيها على ده. في نقطتين تانيين عايز اتكلم عنهم في البروتينوريا. هل كل عيان زادت البروتينوريا عنده عن 30 مللي جرام بقى عيان اب نورمال خلاص؟ لا. ليه؟ في حاجه اسمها ترانزيشنال بروتينوريا. ترانزيشنال بتبقى موجوده اب تو 10% من البوبيليشن، يعني ساعات بتزيد ولا ساعات بتقل. وترانزيشنال بروتينوريا دي بتزيد مع حالات الفيفر، مع حالات الاسترس، مع حالات الاكسرسايز، فدي حاجه ترانزيشنال وبتروح بعد كده. في حاجه اسمها اورثوستاتيك بروتينوريا، ودي تعتبر جزء من انواع الترانزيشنال. اورثوستاتيك يعني بيقولوا لما بتقف على رجلك، لما بتقف على حيلك، ده بيغير من الهيمودينامكس بتاعت الكدني، فالبروتين اكسكريشن بيزيد. فعشان كده الاورثوستاتيك بروتينوريا دي نقدر نعيد للعيان تحليل مره ثانيه وهو قاعد، لو لقيناها راحت تبقى دي اورثوستاتيك بروتينوريا. فمش كل عيان جاله دي او دي يبقى عنده بيرزيستنت بروتينوريا، هي دي اللي انا خايف منها، البيرزيستنت بروتينوريا. انما الترانزيشنال والاورثوستاتيك مفيش منهم مشكله. طب لو عندي طفل بعمل له بروتين اليورين طلع عنده بروتينوريا، احط اقول يمكن ترانزيشنال، يمكن الواد عنده شويه فيفر، عنده انفكشن، الواد كان بيعمل مجهود زياده، اعيد التحليل في مرتين تانيين تمام مختلفين عن بعض واشوف هل البروتينوريا اختفت ولا لا. لو كانت اختفت تبقى ترانزيشنال، طب لو كانت ما اختفتش تبقى بيرزيستنت، وساعتها لازم احول الواد لبيدياتريك نيفرولوجيست ينفستيجيت سبب البروتينوريا. ودي موجود عليها واحد من الاسئله في الكيو بانكس، هيقول لك واد عنده 5 6 7 سنين جاب بروتينوريا وكانت اكتر من 30 مللي جرام، هتعمل ايه؟ تقول له اعيد له التحليل مرتين في وقتين مختلفين واشوف لو كانت ترانزيشنال يعني راحت يبقى مفيش مشكله، لو كملت ابعته لبيدياتريك نيفرولوجيست ينفستيجيت سبب البروتينوريا اب تو انه ممكن يوصل للواد ياخد له كيدني بايوبسي. لانه حتى الادلتس او التشيلدرن اللي عندهم انكسبليند بروتينوريا لازم يتاخد منهم كيدني بايوبسي ونشوف ايه سبب البروتينوريا، يمكن نفراتيك، يمكن نفراتيك، ونشوف ايه هي المشكله اللي عنده. فده موضوع البروتين. ممكن تسمع حاجه اسمها تام هورسفول بروتين، حاجه مش مهمه دي اللي كنت بكلمكم عليها، دي اسمها دي مش بروتين، دي جلايكوبروتينز، وهي دي جلايكوبروتينز اللي بتمنع الكالسيوم كريستاليزيشن واللي بتساعد في الديفنس اجينست البكتيريا، وده نوع مختلف من البروتين موجود في الكيدني بس اسمه تام هورسفول بروتين، وده مش هو ده هنتكلم عنه، هنتكلم مينلي على البوم. ده فيما يخص الايه؟ البروتينوريا. الكلام ده ما حدش يعني كل الناس هتلاقي الكلام ده مكتوب، فما حدش يشغل باله انه يكتب حاجه. طبعا ما ننساش بقى موضوع البروتينوريا، عيان كان عنده بروتينوريا ونفكر في النفراتيك، عيان عنده بروتينوريا معاه كاستس معاه هايبرتنشن وازوتيميا نفكر في النفراتيك كده. يبقى جاوب لي السؤال على وايت بلاد سيلز وانفكشن، جاوب لي على بلاد والموضوع الار بي سيز والفولس بوزيتيف في الهيموجلوبين والمايوجلوبين، جاوب لي على موضوع البروتينوريا. طب بيساعدني في حاجات تانية هنشوفها بعد شويه زي البي اتش والسبيسيفيك جرافيتي، وده هيساعدونا بعد كده في التعرف على انواع الكيدني فيليرز. ممكن تستخدمهم في التعرف على الجلوكوز والكيتونز، وده في حالات مثلا خوف من الدايابيتيك كيتو اسيدوزس، عيانين اللي بيدخلوا في دي كي اي. في يعني حاجه فيري لو ييلد ممكن يتشيك البيلروبين، لكن دي الحاجات الاساسيه، حاجات خاصه بالانفكشن ليوكوسايت نايترايتس، حاجات خاصه بالبلود البروتين البي اتش والسبيسيفيك جرافيتي الداينامكس عشان خاطر الكيدني انجريز، والكيتونز والجلوكوز عشان حالات الدي كي اي. طب انا باقي لي ايه بقى في التستات الثانيه؟ قلنا سيلز وكلمنا عن واي بلاد سيلز والار بي سيز، واي بلاد سيلز نيوتروفيلز فيرسس ايسينوفيلز، وبعدين اتكلمنا على كاستس، والكاستس دي قلنا بريسيبيتيشن للجلايكوبروتينز مع حاجات تانية. خدنا مثال للار بي سيز كاست، ودي في حالات الجلوميرولونيفريتس،
والوايت بي سيز كاست، ودي في حالات البايلونفرايتس، ولكن في جرانيولر المادي براون كاست، ودي مهمه جدا عشان موضوع الاكيوت تيوبولر نيكروزس، ودي بتبقى بريسيبيتيشن بقى بس معاها سلافد تيوبولر سيلز، اسمه اكيوت تيوبولر نيكروزس، يعني نيكروزس اوف ذا سيلز اوف ذا تيبيولز، وتنزل في صوره كاست ويقول عليها جرانيولر كاست او مادي براون كاست اللي بتحصل في حالات الاكيوت تيوبولر نيكروزس، وهنشوف صورتها في مرض الاكيوت تيوبولر نيكروزس. في حاجات الكاست احتاجك تحفظ ثلاثة: ار بي سيز كاست جلوميلونفرايتس، وايت بي سيز كاست بايلونفرايتس، وجرانيولر مادي براون كاست في حالات الاكيوت تيوبولر نيكروزس. طب قلنا سيلز كاست كريستلز بكتيريا، والكريستلز دي يقول لك ايه، رحت حللت وقال لي انت عندك املاح في اليورين، رحت حللت كذا، عشان موضوع الكريستلز هنشوفه، زي مثلا اليوريت كريستلز بتاعت اليوريك اسيد هنشوفها بعد شويه. في الاوكزاليت كريستلز اللي بتحصل في الناس بقى اللي بتاكل كميه طماطم كبيره، او الناس اللي بتشرب كميات كبيره من الايثايلين جلايكول الانتي فريز، دول هيجي كلامه مع كريستلز بعدين. يبقى اليورين اناليسز ديبستيك مايكروسكوبيك مايكروسكوبيك سيلز كريستال كاست بكتيريا، اعمل لها جرام ستين شوفها بوزيتيف ولا نيجاتيف، اعمل لها كالتشر اند سنسيتيفيتي لو عايز احدد على اساسها نوع الانتي بايوتكس، وتعرف ايه الحاجات الموجوده في الدبل ستيك، وازاي ده بيبقى سبورتد بالنتائج اللي موجوده في الميكروسكوبك، سواء كان الليكوسايد ستريز او النيترايدز او البلود او البروتين او البي اتش او السبيسيفيك جرافيتي او الكيتونز او الدي كي اي او سوري الكيتونز او الجلوكوز، او حتى يعني حاجه مش مهمه خالص البيليروب. وده كان الجزء الخاص بموضوع اليورين اناليسيس وازاي تتعرف عنه. بعد كده عايز اكلمك في موضوع البلود كيمستري. بص احنا هنستخدم البلود كيمستري ده، الفكره هو غالبا تبص تلاقي التحاليل بتاعت الناس كلها بعتينه يطلب ايه، طالبين له يوريا وكرياتينين، هو ده اللي هم طالبينه. ايه هو اليوريا والكرياتينين؟ هي الكلى في الاخر عايز يحكم عليها بحاجه اسمها الكليرنس. يعني ايه الكليرنس؟ احنا شفنا انه كان في حاجه اسمها بومنس سبيس، بعدين في حاجه اسمها افرنت وافرنت ارتريول، بعد كده داكتس بقى اللي اتكلمنا عنها البروكسيمال كومبليت تيبيول واللوب اوف هنلي، هنبقى نرسمها هنا بونس سبيس وبروكسيمال كومبليت تيبيول واللوب اوف هنلي، بعد كده ديستر كومبليت تيبيولز، بعد كده كولكتنج داكتس، بعد كده عايز ادخل حاجات من هنا وخرجها من هنا. هو عايز يحكم على الكيدني فانكشن كويسه، يبقى يشوف الحاجه اللي بتدخل من هنا تخرج هنا، وده اسمه ايه؟ كليرنس. يعني انا بكلير الحاجه اوت اوف ذا بودي، اسمها كليرنس. عشان يحكم على الحاجه دي لازم يستخدم ماده ما يكونش بيحصل لها ابسوربشن ولا سكريشن، عايز ماده تدخل من هنا تخرج من هنا عشان يحكم بيها يأسس بيها الكيدني فانكشن دي عامله ازاي. خلاص، ففي ماده اسمها الانيولين، انيولين مش انسولين، انيولين. فالمفروض ان في تيست اسمه الانيولين كليرنس. الانيولين كليرنس دي من احسن الحاجات اللي بتحكم على الكيدني فانكشن. ليه؟ دي بتدخل من هنا تخرج من هنا، ولا ري ابسوربشن ولا سكريشن على مستوى التبيولز. عشان كده لو عايز تحسب استيميتد جي اف ار، الاستيميتد جي اف ار ده هو اللي بيحكم على الكيدني فانكشن. يقول لك الاستيميتد جي اف ار، احنا بنقسم الكيدني فانكشن على حسب الاستيميتد جي اف ار ده، لو اكتر من 90 يبقى نورمال، لو من 60 ل 90 يبقى ستيج 1، لو من 30 ل 60 يبقى ستيج 2، وستيج 2 ده بيقسموه مرحلتين، ستيج 2A و2B، من 30 ل 45 ومن 45 ل 60، ومن 15 ل 30 اسمه سيفير، واقل من 15 ده اسمه اند ستيج رينال ديزيز، وده اسمه سيفير، وده اسمه مودريت، وده اسمه مايلد، وده اسمه نورمال، او ده اسمه ستيج 1 ستيج، ده اسمه نورمال، ده ستيج 1، ده 2A، ده 2B، ده 3، ده 4. وفي ناس تدخل ده وتسميه ستيج 1، يقولوا ان ده 1 2 3A 3B 4 5، ويقسموهم لخمس ستيجز، فعلى حسب، حتى انت لو دورت هتلاقي في تقسيمات كتير مختلفه. المهم نستخدم الصيغه الاسهل: مايلد مودريت سيفير، مايلد من 60 ل 90، مودريت من 30 ل 60، سيفير من 15 ل 30، اند ستيج يعني اقل من 15. طب الاستيميت جي اف ار ده احسبه ازاي؟ بالانيولين كليرنس. طب ايه الانيولين دي؟ ده ماده وبنديها للعيان وبعدين نقعد نشوف خرجت قد ايه؟ طب ما فيش طريقه ابسط من كده تحسب بيها الموضوع؟ اه في. ايه هي الطريقه دي؟ الطريقه دي قالوا نستخدم حاجه ثانيه اسمها كرياتين. اهو نفس المنظر.
collecting dots. الكرياتينين بيدخل من هنا يخرج من هنا، عنده مشكلة واحدة انه بيحصل له كده، ما بيحصلوش reabsorption بس بيحصل له some secretion، فده يديك over estimation of the estimated GFR. يعني مثلا ايه estimated GFR لو حسبته بالانيولين يطلع 60، تحسبه بالكلينيكال كليرنس يطلع 65. ليه؟ لانه بيحصل له some secretion. طب يعني مش فارقه كتير، يعني ما هوش بس يعني approximately كويس. عشان كده احنا بنحسب على الكيدني فانكشن من الكرياتينين كليرنس على اساس انه اسهل من موضوع الانيولين كليرنس ده، والكرياتينين كليرنس ده هيساوي هو نفسه الاستيميتد جي اف ار اللي بحسبه بالانيولين، قريب منه يعني. عشان كده انت لو كل ما يجي لك عيان محجوز عندك في الرعايه ويقول لك احنا قررنا نديله الانتي بايوتيك اللي اسمه فانكومايسين، يقول لك اه خلي بالك الفانكومايسين ليه دوس ادجستمنت، لو كانت العيان الكرياتينين كليرنس بتاعه قد كذا هديله نص الجرعه، تقول له ماشي. فتطلع الكالكليتر الموبايل وتحسب الكوكروفت جولد ايكويشن. ايه كوكروفت جولد ايكويشن؟ دي ايكويشن بيطلب منك كرياتين العيان ووزن العيان ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر بيقول لك الكرياتين كليرنس بتاع العيان ده قد كذا، فتقول انت الكرياتين كليرنس زيه زي الاستيميتد جي اف ار، وبناء عليه اشوف ان الجرعه المناسبه هنا قد كذا. يعني لقيت العيان كرياتين كليرنس اقل من 30، بدل ما بديله الفانكومايسين 1 جرام كل 6 ساعات، لا ده انا هدي العيان الفانكومايسين هاف الدوز، وهكذا يعني. فاحنا بنحكم على الموضوع بالكرياتين كليرنس، ده بيديني استيميشن للكيدني فانكشن. طيب الكرياتينين ده بقى اصلا اقول لك بقى ان دي الكلى وانت هتحكم عليها، قلنا بخروج الكرياتينين او بخروج حاجه تانية اسمها اليوريا. ايه الكرياتينين وايه اليوريا؟ الكرياتينين جاي من العضلات المسلز، عشان خاطر هي هتحتاج تعمل مجهود بعد شويه، والمجهود ده محتاج اي تي بي، عشان تجيب الاي تي بي بتاعها محتاجه فوسفيت، لان انا بحط فوسفيتة على اي دي بي تعمل اي تي بي. اجيبه منين؟ حط الفوسفيت بتاعها في صورة حاجة اسمها كرياتين، كرياتين وده فيه الفوسفات، وعندها انزيم اسمه كرياتين كايناز او كرياتين فوسفو كايناز، الاثنين نفس الاسم لنفس الشيء، وده بيحول الكرياتين الى كرياتينين اللي هو الكرياتينين اللي احنا بندور عليه، وتخرج منه الفوسفات تحطها على اي دي بي يبقى اي تي بي، والعضلة تعمل مجهود، يبقى الكرياتينين ده ويست برودكت طالع من العضلة، والكرياتينين ده في الاخر هيروح يخرج في الكلى. عشان كده انا بعتمد على الكرياتينين كمعبر عن الكيدني فانكشن، بقول ان الكيدني لو اتاثرت هالكرياتينين خروج الكرياتين هيقل، يعني الكرياتينين كليرنس هيقل، فمعناها ان الكيدني فانكشن بيديتيريوريت. بس في نقطتين في الحاجات دي، مهما كانت الكيدني باظت، لو الكيدني دي كلها باظت كلها، الكرياتينين مثلا كان العيان واحد تيجي تحلل له تاني يوم انت متوقع انه يبقى 7، لا هو النورمال كام؟ كريات تقريبا اب تو 1.4، تيجي تحلل تاني يوم تلاقيه 1.5. ازاي ده؟ الكدني كلها باظت. البيلد اب اوف ذا كرياتينين مرتبط باللي بيخرج في العضله، فما تتوقعش ان الكرياتينين ده تاني يوم ابقى 5 هيجيبهم منين؟ هو بيحصل له بيلد اب، بيزيد بمعدل نص الواحد في اليوم. عشان كده انا مثلا ككارديولوجيست عندنا في القسطره لما بخاف على عيان يكون دخل في حاجه اسمها كونتراست انديوسد نفروباثي، دخل في نفروباثي من الصبغه، ما بحللوش الكرياتينين بعد 24 ساعه. ليه؟ لانه لو كان داخل بواحد انا متاكد لو حللت له النهارده الاقي 1.5، انا استحلله بعد 48 ساعه، هو بيزيد من نص الواحد في اليوم، هلاقيه بقى تاني يوم بقى 2.5، تالت يوم بقى 4، كل يوم يزيد من نص الواحد من نص الواحد من نص الواحد. ولو انت ما بتحسش في الكيدني فانكشن بص هتلاقيه بقى 7 8 9 10، بس it needs time، من نص الواحد في اليوم. لكن هو احسن استيميشن للكيدني فانكشن لان الكليرنس بتاعه شبه الانيولين، فبيديك فكره كويسه عن الاستيميتد جلوميلر فلتريشن ريت بتاع الكلى. النقطة التانية عايز اتكلم عنها، ما تجيبش ست عندها 80 سنة ما فيهاش عضلات في جسمها اصلا وبعدين تطلب لها كرياتينين. الستات اساسا الكبار شايفين احنا قبل ما ندخل الناس القسطرة بنحل لهم كرياتينين، لما تجي لنا ست عندها 70 80 سنة الكرياتين بتاعها بيبقى 2.0 3.0، طب هيحصل له بيلد اب قد ايه؟ هي ما عندهاش عضلات. او تجيب واحد مثلا عامل امبيوتيشن شايل الرجلين اللي تحت دول كلهم، يعني انت فقدت نص عضلات الجسم وبعدين عايز تعتمد على الكرياتينين، طب ما هو هيديك نتيجه فولس نيجاتيف فولس لو ما هو ما عندوش عضلات. فالناس اللي عندهم فيري لو بادي ماس ما تستخدم لهمش كرياتين، تمام؟ في عكس بقى يجي لك واحد بتاع جيم ومنفخ وبتاع ممكن تلاقي بقى كرياتينين ايه عالي، فممكن ساعتها نستخدم على نعتمد على اليوريا. فنسال سؤال، ايه بقى هي اليوريا دي وجايه منين وايه مشكلتها وهي احسن ولا الكريات؟ لا الكريات ان احسن منها، بس هنعتمد عليه لو كان العيان عنده فيري لو بادي ماس اندكس. ايه اليوريا دي؟ انت بتاكل بروتينز
لازم تاكل بروتينز كل يوم، والبروتينز دي فيها امينو اسيدز، والامينو اسيدز دي لازم يكون فيها امونيا. الامونيا ده جزء من تركيب الامينو اسيدز. عشان كده انت خدت موضوع في الفسيولوجي في سنه اولى اسمه بوزيتيف نيتروجين بالانس، لان معظم النيتروجين اللي جاي لك جاي لك من الامينو اسيدز، وان الجسم لازم يكون في حاله نيتروجين بالانس، ما ينفعش كميه النيتروجين اللي فيه تزيد، بدليل انه الامونيا دي انت بتروح خدها على الليفر وتحولها عن طريق حاجه اسمها اليوريا سايكل، تحولها الى يوريا، وتاخد اليوريا دي تخرجها في الكدني. عشان كده العيانين اللي عندهم ليفر سيل فيلير بتزيد عندهم الامونيا، والامونيا دي لما تزيد توصل للمخ، والعيانين يدخلوا فيه امونياكال انكفالوباثي اللي هم بيقولوا عليها هيباتيك انكفالوباثي. عشان كده ما ينفعش تعتمد مثلا في اليوريا، فعيان عنده ليفر سيل فيلير حاجه ما بيعملش يوريا اصلا، ده كلها بتتجمع امونيا وبتروح تروح له هنا، فما ينفعش تستخدم عيان تعتمد عليها في عيان عنده ليفر سيل فيلير، او عيان ما بياكلش هايبو البومينيميك، عيان عنده مال نورشت حضرتك، هو ما بياخدش امينو اسيدز اصلا، فما فيش نيتروجين، فيوريت ايه اللي انت بتدور عليه؟ هو ما بيعملش يوريا اصلا. ففي ناس ما ينفعش اعمل لهم كريات زي اللي عندهم فيري لو بودي ماس، ما ينفعش اعتمد عليه، وفي برضو عيانين ما ينفعش اعتمد على اليوريا خصوصا هم بين بس بيشوف اليوريا او الاحسن منه البلاد يوريا نيتروجين اللي هو نص اليوريا، لانك بتشوف النيتروجين كومبوننت اللي جوه اليوريا، فبيبقى رقم نص اليوريا. اليوريا النورمال من 20 ل 40، البلاد يوريا نيتروجين النورمال من 10 ل 20، فما ينفعش تعتمد على العيانين دول. يبقى في عيانين هيدوك فولس لو يوريا زي العيانين المال نارشت او العيانين اللي عندهم ليفر سيل فيلير. طب في عيانين ممكن يدوني يوريا زياده بشويه وتبقى مش طبيعيه ان ريلايبل، زي عيانين مثلا عندهم جي اي بليدنج، عنده هنا بينزف في معدته هنا، زي عيان مثلا عنده اسفجال فارسس او بيبتيك السر. ليه؟ البكتيريا بتتعامل مع البلاد وكانه هاي بروتين لود، كانها وجبه كلها بروتينات، والبكتيريا تتغذى على البلاد وتميتابولايز وتطلع هي امونيا، فممكن ده يروح في الليفر ويديك نتيجة فولس هاي، وده يبقى مش طبيعي. عشان كده الناس اللي هي بتاكل بروتينز كتير او عندهم جي اي بليدنج ممكن يدوك نتيجة فولس بوزيتيف، يعني اللي عندهم ليفر ديزيز او مال نورشت ممكن يديك نتيجة فولس لو. طب مين احسن منه؟ الكريات. بس عنده مشكلة فين؟ في العيانين اللي عندهم لو ماسل ماس. acute kidney injury هو الكلمة بتاعت زمان اللي اسمها acute renal failure، كلمة يعني ما بقاش ليها معنى، كلمة سخيفة أو acute renal failure، بس اسمها acute kidney injury. وحتى chronic renal failure بقى اسمه chronic kidney disease CKD، يعني كل اللي كنا بنتكلم عنه ده كنت بقول لكم mild و moderate و severe CKD لحد ما اوصل الى اقل من 15 بقى اسمي end stage renal disease. هو ده. طيب بس الacute acute event بيحصل بشكل acutely، chronic يعني chronic event acute ده بيحصل within days to weeks، انما chronic ده within months to years. ال acute kidney injury او direct damage to the kidney هم بيعرفوك كلمتين، بيقول لك العيان اللي حصل له دامج للكلى ده تلاقيه مكتوب بعد كده في السايد افكت، ممكن نقول عليه renal insufficiency او azotemia، وممكن يوصل لمرحله اليوريميا. احنا عندنا مثلا انا عملت عين قسطره وبعدين اديته صبغه والكونتراست دي بتعمل نفرابثي، فبعد ما خرج كتبت عليه كيس اوف كونتراست انديوسد نفرابثي وكتبت رينال امبيرمنت الدايجنوزس بتاعه. لما بتاع الكلى بيجي بص بيقول دي حاله رينال امبيرمنت او رينال انسفشنسي او ازوتيميا. ازوتيميا يعني build up of the azoles، يعني تتجمع الازولز في البتاع، يعني build up of the urea وكريات. renal insufficiency يبقى ازوتيميا، renal impairment، renal insufficiency كلهم كلمه نفس الشيء، يعني الكلى اتاثرت فبدا يحصل build up للازولز والنيتروجين في الجسم، فالعيان بدا يعلى عنه اليوريا والكريات، بس العيان ما وصلش لمرحله انه محتاج دايلسيس. انما لو العيان ده بقى severely hyperkalemic او لانه الكلى مش قادره تخرج البوتاسيوم، او لان العين الكلى مش قادره تخرج البايكارب، فبقى عنده سيفير ميتابوليك اسيدوزس، والميتابوليك اسيدوزس بيعمل هايبر كاليميا، او العين ده بقى هايبر فوليميك، او العين ده دخل في يوريميك بريكاردايتس، يعني العيان دخل في حاجه من اللي هنشوفها بعد كده اسمها انديكيشن اوف
دياليسس، بقى اسمه يوريميك بيشنت. ساعتها انا اشيل الكلمه دي من على تذكره العيان، اشيل كلمه رينال انسفشنسي او كلمه ازوتيميا او رينال امبيرمنت واستبدلها بكلمه يوريميا. العيان وصل لمرحله ان هو محتاج دياليسس. طب هل كلمه يوريميا دي كلمه مرتبطه بس بالاكيوت كيدني انجري؟ لا. عارف الكلمه بتاعت الاند ستيج رينال ديزيز؟ مش قلنا اكتر من 90، من 60 ل 90، من 30 ل 60، من 15 ل 30، اقل من 15؟ هو اسمه اند ستيج رينال ديزيز او اسمه يوريميك بيشنت، ما هو محتاج دياليسس. يبقى كلمه يوريميا تابلاي على عيانين الاكيوت كيدني انجري اللي وصلوا مرحله الدياليسس، او عيانين الكرونيك اللي عدوا من سيفير سي كي دي وصلوا لاند ستيج رينال ديزيز، يعني استيميتد جي اف ار اقل من 15 وبقوا محتاجين دياليسس. الاثنين اسمهم يوريميك بيشنتس. فلما تيجي تقرا عن اكيوت كيدني انجري تلاقي كلمه اسمها رينال انسفشنسي او اسوتيميا فيرسس كلمه اسمها يوريميا، ويقول لك يوريميا بتستخدم برضه في الكرونيك. كلمة ان سي جي رينال ديزيز دي حاجة ما تفاجئكش. طيب قول لي بقى، انت بتكلمني عن الاكيوت كيدني انجري ده يحصل ازاي؟ اقول لك الاكيوت كيدني انجري ده يحصل في 3 حالات. ادي الكلى تمام، وداخلها ارتري وخارج منها فين، والارتري ده داخل ناقل لها بلد، مدخل لها بلد. العيان ممكن يبقى يقل البرفيوجن. كلمة برفيوجن اوف ذا كيدني يعني الدم اللي داخل للكيدني، فتبقى هايبو برفيوزد. هايبو برفيوزد، الهايبو برفيوجن ده مفيش مشكلة ده جوه الكلى، ده بره الكلى، ده في اللي جاي. فالهايبو برفيوجن ده بري رينال، يبقى أول نوع من أنواع الأكيوت كيدني إنجري الكلى ملهاش علاقة فيه، هو بري رينال، هو حصل لها هايبو برفيوجن، الدم اللي جاي لها هو اللي بقى قليل. والهايبو برفيوجن ده ممكن يكون نتيجة حاجة من حاجتين، يا هايبوفوليميا، عنده مثلا ماشي في الصحراء بقاله 3 أيام ده هايدريتد تمام، أو راجل سنه عنده 80 سنة قاعدينه في البيت أهله ما بيسألوش عنه وما بياكلش وما بيشربش، فالعين هايبوفوليميك. أو الناس اللي دخلوا في شوك وسيفير لهايبوتنسيف، مثلا عنده سيبتك شوك سيفير لهايبوتنسيف. يبقى سواء كان هايبوتنشن أو هايبوفوليميا تقدر تستبدل الكلام ده كله وتقول كلمة هايبو بيرفيوجن. هايبو برفيوجن يعني في النهايه اللي داخل في الكلى قل، بدليل ان دول اكتر سببين، بس في حاجتين ثلاثه كده هتكلم عنهم بعد شويه فاريانت في البري رينال. يبقى كلمه بري رينال تساوي هايبو برفيوجن، شيل الكلمتين دول. او انه يحصل دامج بعد الكلى، انا قلت ان الكلى بيبقى فيه بابيلي، بعد كده في كاليسيز، بعد كده في بلفس، بعد كده يوريتر، بعد كده اليوريتر رايح يفتح فين؟ في البلادر. بعد كده افرض راجل كبير عنده بناين بروستاتيك هايبربليجيا ودي قافله على السفنكتر بتاع البلادر، وبعدين تتجمع هنا، بعدين تتجمع هنا، بعدين تنفخ الكاليسيز دي، بعدين توصل اب تو انها تبوظ الكيدني تبيولز، وده اسمه كلى ملهاش علاقه فيه، اسمه بوست رينال. وعشان كده السببين دول الكلى بريئه منهم، هي ملهاش علاقه بده ولا بده. عشان كده اللاب فاليوز بتاعتهم، نتائجهم في الكيمياء، في اللاب فاليوز اللي هنشوفها اللي هتطلع في اليورين اناليسيز او في الكيمستري شبه بعضها تماما. او تكون المشكله بقى جوه الكلى، انترارينال انترنسيك، وخصوصا لو دمرت الكيدني تيبيولز، لان هنا الاكيوت كيدني انجري ديو تو انترنسيك رينال كوز ده مرتبط بالكيدني تيبيولز. دي بقى تيوبولار ديزيزز مش جلوميرولر، تيوبولار ديزيزز. عشان كده اشهر مرض هنا مسؤول عن 85% من حالات الانترنسيك رينال اكيوت كيدني انجري اسمه اكيوت تيوبولر نيكروز، مسؤول عن 85%. طب وال 15% الباقيين ده مرتبطين بمرض اسمه انترستيشال نيفرايتس، اكيوت انترستيشال نيفرايتس اللي هو المرض ده تقريبا مسؤول عن 15% الباقيين، فده وده مثلوا 100% من اسباب الانترنسك رينال ديزيز. فعشان كده اهم حاجه هنا تيوبولر نيكروز، مشكله على مستوى التيبيوز اسمها تيوبولر ديزيز. يبقى الكلى يا بتبوظ بهايبر برفيوجن بري رينال، يا بتبوظ بسبب اوبستراكشن بوست رينال، يا بتبوظ بسبب انتر رينال كوز. بري رينال يعني هايبوفوليميا، بوست رينال يعني اوبستراكشن اسمه اوبستراكتيف يوروباثي، انتر رينال يعني كلمتين، يا اكيوت تيوبولار نيكروزس يا اكيوت انترستيشن نيفرايتس دامج للكيدني تيبيولز. البري رينال والبوست رينال ليهم نفس البيكتشر. قلنا ان البري رينال هنختصرهم بكلمه هايبو بيرفيوجن، يا هايبوتنشن يا هايبوفوليميا. بس في كلمه هايبوفوليميا هايبوتنشن تيجي تلاقي واحد بيقول لك ايه، تلاقي عيان عنده ليفر سيل فيلير تمام، والعيان منفخ ميه، العيان بص قد كده كله ميه ورجليه قد كده
بعدين يقول لك العيان ده دخل في اكيوت كيدني انجري اصله هايبو بيرفيوزد. تقول له هايبو بيرفيوزد ايه؟ اصله هايبو بيرفيوزد في هايبو فوليميك. هايبو فوليميك كده، بص رجله كميه الميه في رجله قد ايه. دي قاعده اسمها افكتيف بلازما فوليوم. العيان ده الميه جسمه كتيره بس هو مش مستفيد بيها، لان انا يهمني هو الارتريز بتاعته جواها ميه قد ايه. ما تنساش العيان اللي عنده ليفر سيل فيلير، قلت لك القاعده، عنده نقص في الانكوتيك بريشر، فالميه بتاعته كلها طالعه في الانترستيشن، يعني طالعه ما بين الفيسلز والخلايا، فبالتالي الميه اللي في رجليه دي كلها بره. هو ما فيش حاجه اسمها افكتيف بلازما فوليوم. لما تيجي تدور بقى على اللي جوه تلاقيه قليل، يبقى الافكتيف بلازما فوليوم قليل، انما الميه اللي في هو الميه اللي في الانترستيشن دي بتروح شكلها، هي قاعده في الانترستيشن، عشان كده عين رجليه منفخه. او عينين بقى النفروتيك اللي موقعين ميه، او عينين الهارت فيلير، قلنا بقى يا زياده في الهيدروستاتيك بريشر بسبب هارت فيلير، يا نقص في الانكوتيك بريشر بسبب الليفر او بسبب الكلى او بسبب الهايبو الالبومينيميا او النيوتريشنال كوزس يعني. فعشان كده في قاعده اسمها الافكتيف بلازما فوليوم اللي انا كاتبها لكم، ده الكونسيبت اوف افكتيف بلازما فوليوم. مش معنى ان العيان مليان ميه انه كده، لا، لازم تكون الميه كويسه جوه الفيزل. فحتى العيانين دول اسمهم هايبو بيرفيوز لان هم هايبو فوليميك بيشنتس، ناقص لهم الميه اللي داخله. طيب انا هعرف بقى العيانين دول ازاي؟ بس احنا عندنا قاعده كده للناس اللي بتشتغل كلينيكال، لما كان يجي مثلا زمان او يعني نعرض حاله على دكتور الكلى، اجي اعرض حاله على دكتور الكلى واجي اقول له والنبي بص شوف لي كده العيان ده، اصله حصل له زياده في الازولز، والعيان ده بقى ازوتاميك وعندي زياده في الكريات وزياده في اليوريا، شوف لي كده مشكلته فين. بتاع الكلى بياخد الحالات بتاعته بس اللي هي ديو تو انترنسيك رينال كوز، نتيجه مشكله في الكلى. تقول له شوف لي العيان، يقول لك وريني البان كده والكريات ويقسمهم على بعض، ولو لهم اكتر من 20 يقول لك مش بتاعي ويسيبك ويمشي، يقول لك العيان ده مش بتاعي، العيان ده بتاعك. ليه؟ يقول لك العيان ده يا بري رينال يا بوست رينال. بري رينال انت اللي تعالجه، غالبا العيان ده منك ده هايدريتد وانت ما بتديلوش بلازما، ما بتديلوش فلويدز كويس، اديله فلويدز وهو يتحسن. والبوست رينال ده مش بتاعي، ده انا هات له دكتور المسالك، ده غالبا عنده اوبستراكشن، هات له دكتور المسالك يفكه له، يمكن حصوه، يمكن بروستات، يمكن بلادر مقفوله تحت، تمام؟ هنا 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 مش بتاعي. ليه بقى العيان ده؟ ليه اصلا عمل الايكويشن دي؟ ليه قال انه لما الاقي البان على الكريات من اكتر من 20 لواحد تبقى بري رينال او بوست رينال وما تبقاش رينال؟ ليه المعلومه دي قالوها؟ بص قال ايه؟ قال هو ايه سبب البرينينال؟ غالبا هايبوتنشن هايبوفوليميا. طيب ما هو الجسم لما يبقى فيه هايبوفوليميا هايبوتنشن هيطلع رينين. طب ما الرينين ده بيزود الانتي دايريتيك هرمون، احنا كلنا عارفين البيتيوتري جلاند، ادينو هايبوفيسس ونيورو هايبوفيسس. نيورو هايبوفيسس دي بتطلع الانتي دايريتيك هرمون والاوكسيتوسين. ومش بس كده، الانتي دايريتيك هرمون ده عامه لما الجسم ده واحده من التريجرز بتاعته الرينين هنشوفها بعد شويه، لكن الجسم نفسه لما بيسنس نقص في البريشر وبيتسنس الباروسيبتورز نقص في البريشر بيزود الانتي دايريتيك هرمون. ايه هو الانتي دايريتيك هرمون؟ الانتي دايريتيك هرمون بتيجي تلاقي ده المنظر، ده بومس سبيس بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول كولكتنج دوكتس ديستال كونفوليوتد تيبيول كولكتنج دوكتس سوري لوب فينلي كولكتنج دوكتس. في هنا ريسبتورز اسمها V1 V2 ريسبتورز، دي الريسبتورز بتاعت الانتي دايريتيك هرمون. هنا تشانلز اسمها الاكوا بورينز، اكوا يعني ميه، بورينز يعني فتحات، اكوا بورينز. الاكوا بورينز دي اللي بيحصل منها الميه ترجع هنا، اكوا فتحات للميه. عشان كده الانتي دايريتيك هرمون لما بيطلع اسمه انتي دايريتيك، يعني ضد ان الميه تخرج. فبيعمل ايه؟ بيروح يمسك هنا وبيزود الاكسبريشن بتاع الاكوا بورنز وبيزود من الووتر ري ابسوربشن وبيمنع ان الميه دي تخرج. فلما العيان يبقى هايبوتنشن او هايبوفيليميك اكيد الانتي دايريتيك هرمون هيزيد عشان يحاول يعمل اكسسيف ووتر ري ابسوربشن فيحافظ على الفوليوم ستاتس بتاعت العيان. لقوا انه الانتي دايريتيك هرمون وهو بيساعد في الووتر ري ابسوربشن بيساعد في اليوريا ري ابسوربشن. فعشان كده تيجي تقسم البن على الكريات بتاع العيان تلاقي البن اكتر من الكريات بكتير. ليه؟ لان الانتي دايريتيك هرمون قاعد يسحب من اليوريا واليوريا نيتروجين من جوه الكولكتنج داكتس ويزودها
جوه الدم. اعتمادا على الكونسبت ده بتوع الكلى قالوا العيان اللي البن على الكليات بتاعه اكتر من 20 لواحد مش بتاعنا، العيان ده يروح للدكتور بتاعه يديله فلويدز او يروح لدكتور المسالك يفك اللي عنده جوه. لكن العيان بتاعهم هم العيان بتاعهم بتاع البوست رينال، بيقول لك العيان بتاعنا بتاع سوري الانتر رينال ده في الاكيوت كيدني انجري موستلي اكيوت تيوبولار نيكروزس. وانا بعد شويه اقول لك اهم اسباب للاكيوت تيوبولار نيكروزس هو يا اما اسكيميا يا اما اسكيميا، يعني هايبو بيرفيوجن وصل لمرحله انه بقى اسكيميك، ولما يحصل اسكيميا يحصل سيل ديث، تبيولز تموت، او توكسنز، توكسن زي دواء انتي بايوتيك زي الامينو جلايكوسايدز او ماده زي الكونترس اللي بنتكلم عنها دي تموت السيلز. ساعتها الكلى دي لا هتقدر تحط ولا هتقدر تشيل، فبالتالي مفيش حاجه اسمها ووتر ري ري ابزوربشن، هي اساسا التبيولز هتبوظ، فمفيش حاجه اسمها يوريا ري ابزوربشن. فبالتالي هتلاقي العيانين دول البن على الكريات بتاعهم 10 لواحد فيما اقل، مش هيحصل بقى زياده البن العالي قوي ده عشان كان بيحصل له ري ابزوربشن. يبقى من النهايه دلوقتي لما ابص في اللاب فاليو والاقي ان اللاب فاليو بن على الكريات اكتر من 20 لواحد اقول ده انت بري رينال او بوست رينال، لو لقيته 10 لواحد فيما اقل ده يبقى انترا رينال. المعلومه الثانيه انا عمال اقول ده العيان ده دهايدريتد والعيان ده هايبوفيليميك والعيان ده هايبوتنسيف والعيان ده مش عارف ايه والعيان ده كذا والعيان ده كذا، خلاص. طب ايه اللي هيحصل لما يحصل ده؟ ما لازم يطلع رينال، والرينال هنشغل الانجيوتنسين الدستيرين سيستم، والالدستيرين ده بيعمل ايه؟ سولت ووتر ريتنشن بوتاسيوم هيدروجين اكسكريشن، سولت ووتر ريتنشن بوتاسيوم هيدروجين اكسكريشن، دي وظيفته. يعني انا هسحب الصوديوم واسحب الميه، وانا اساسا كميه الفلتريشن اللي جايه هنا ده كميه الميه اللي داخله اصلا قليله، فكميه الفلتريشن اللي هتحصل قليله، وكمان اللي هيدخل هحاول اري ابزورب اكثر كميه اقدر عليها من الصوديوم والميه عشان احاول احافظ على يا اما الفوليوم ستاتس او الضغط بتاع العيان. وبالتالي لما اجي ابص على اليورين اللي انا ساحب منه كل الحاجات دي هبص الاقي اليورين ده كونسنتريتد، وهلاقي ان العيان ده كونسنتريتد يبقى الاوزمولاريتي بتاعت اليورين عاليه اكتر من 500. فانت تسال هو النورمال يورين اوزمولاريتي كام؟ اقول لك هو ملوش رقم فاكسد، بيقول الاوزمولاريتي دي بتوصل اليورين اوزمولاريتي من 50 ل 1200، ده فيري دايلوتد وده فيري كونسنتريتد، ما نعرفش، بس هو بيقولوا افريج في يوم الانسان يعني من 500 ل 800، لما يشرب تبقى دايلوتد، لما يبقى ريستراكتد يبقى كونسنتريتد، وبالتالي العيان ده بيعمل ماكسيمم ووتر ري ابسوربشن، فالاوزمولاريتي هتبقى عاليه، والاوزمولاريتي دي بتكوريليت مع حاجه اسمها السبيسيفيك جرافيتي، فهتلاقي السبيسيفيك جرافيتي اكتر من 1010. يبقى بن على الكريات اكتر من 20 لواحد وزمولاريتي وسبيسيفيك جرافيتي عاليه. طب والصوديوم؟ اكيد الصوديوم اللي نازل في اليورين هيبقى قليل، وهم لو حسبوا اليورين اللي نازل صوديوم اليورين صوديوم هيقول لك اليورين صوديوم اقل من 20، يعني نسبته قليله، بس بقول اليورين صوديوم دي فكره مش دقيقه، احنا نشوف قد ايه فراكشن من الصوديوم نزل بالنسبه للصوديوم اللي كان موجود هنا في البلازما، فيقولوا عليها فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم، الفينا فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم، اكيد هنلاقيه اقل من 1%. يبقى انا لو جمعت البيكتشر دي بتاعت عيان كان البان على الكريات من 20 لواحد فيما اكتر وعنده هاي يورين اوزمولاريتي وهاي سبيسيفيك جرافيتي ونقص في اليورين صوديوم اقل من 20 ونقص في الفراكشن اكسكريشن اوف صوديوم اقل من 1%، يبقى انا جمعت البيكتشر بتاعت عايز اوريها لكم الجدول اللي بيقارن ما بين لو كنا بنتكلم عن سبب بري رينال او سبب بوست رينال، هتلاقي انه في العينين دول بيبقى اولا اليورين اوزمولاريتي بتبقى عاليه، السبيسيفيك جرافيتي بتبقى عاليه اكتر من 1010، ولكن اليورين صوديوم بيبقى اقل من 20، الفراكشن اكسكريشن صوديوم اقل من 1%، وده عكس القيم اللي بتبقى موجوده في عينين الرينال كوز ما عدا بس السي اي ان هنتكلم عنه. ليه؟ لان العينين دول الكيدني تبيولز بتاعتهم اساسا باظت تماما، فالكيدني بتاعتهم لا هتقدر ري ابزورب ولا هتقدر تسكريت، فهم بيفقدوا القدره على الكونسنتريشن اوف ذا يورين، مش هيقدر بقى ري ابزورب صوديوم وميه، هي باظت اصلا، فعشان كده هتلاقي اليورين بتاعهم دايلوتد والسبيسيفيك جرافيتي بتاعته قليله واسمولاريتي اقل
من 30. هو مش قادر يسيطر على ويعمل صوديوم ري ابزوربشن، التبيول ماتت، السيلز ماتت، فتلاقي الصوديوم اللي نازل اكتر من ال 40، او الفراكشن اكسكريشن اوف ذا صوديوم، الصوديوم بالنسبه للبلازما صوديوم اللي فلترد هتلاقيه اكتر من 1%. فانا اقدر اعرف الرينال بوست رينال فيرسز دول. عشان كده بقول لك عيني دكتور الكلى يجي يقسم البان على الكريات من قبل دول ما يطورش، يقول لك لا خلاص ده رينال بوست رينال بسبب موضوع اليوريا ري ابزوربشن اللي قلت لكم عليه بيحصل في البري والبوست رينال ما بيحصلش هنا. ولكن لو دورنا زياده شويه عملنا عينه يورين اناليسيز، لا هلاقي الاوزمولاريتي عاليه في حالات البري رينال والبوست، هلاقي ان السيرال سبيسيفيك جرافيتي عاليه، هلاقي ان اليورين صوديوم قليل، فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم قليله، فانا هتاكد ان الحاله دي بري رينال او بوست رينال. ميزه البري رينال والبوست رينال انك لو اكتشفتهم بدري ان دي ريفرسبل كونديشنز، يعني لو صلحتهم، يعني العيان بتاعك البري رينال هايبوتنسيف هايبوفيليميك، شوف سبب الهايبوفيليميا ايه، اديله فلويدز وشوف ايه هايبوتنشن ده سببه صلحه، يمكن عنده هايدريتد، يمكن عنده سيبتيك شوك، اديله انتيبايوتكس، يعني صلح المشكله اللي موجوده عند العيان، العيان بتاعك هيتحسن في اسباب البري رينال. طيب في كام سبب كده في البري رينال احب انوه عنهم. في مرض اسمه الرينال ارتري ستينوزس، يعني الكلى الاورطه اهو، والاورطه دي بيطلع منها الاورطه اللي بيتح بعد كده الكومن اليك بيدي هنا رينال ارتريس، والرينال ارتريس دي بتسبلاي ايه الكلى. الرينال ارتريس دي اللي داخله دي ممكن الارتريس دي تبقى ضيقه كده، ده اسمه رينال ارتري ستينوزس، ممكن تبقى كده. الرينال ارتري ستينوزس لو كان في راجل كبير سببه اثيروسكليروزس، لو كان في بنت صغيره في ميل سنها صغير يبقى فايبروماسكولار ديسبليجيا، دول السببين. الفايبروماسكولار ديسبليجيا تلاقي البنت الرينال ارتري بتاعها كده عامل شبه الايه السبحه بيدد، انما في الناس الكبار بيبقى الارتري اثيروسكليروتيك، سواء كان فايبروماسكولار ديسبليجيا او رينال ارتري ستينوزس بسبب اثيروسكليروزس في عيان كبير، هتلاقي ان القصه خاصه بهايبوبرفيوجن، الدم مش هيوصل من هنا كويس، فيحصل ذا بيكتشر سبب بتاعه الاكيوت كيدني انجري. المرض الثاني اسمه هيباتو رينال سندروم، قلت لك انه حتى لو الدم كتير، حتى لو الدم كتير بره ال بره بس بره البلازما بره الفيسلز، فخلاص ده مش افكتيف بلازما فوليوم، فمش هستفيد منه بحاجه. ففي سندروم كده مش مفهوم اسمها الهيباتو رينال سندروم، عيانين اللي هم التيرمينال ستيج بتوع الليفر سيل فيلير يلاقوا الكيدني فانكشن عندهم تدخل في اكيوت كيدني انجري، وتبدا الكيدني فانكشن عندهم تعلى قوي لحد ما العيانين يموتوا. هم مش لاقيين تفسير كبير قوي، بس عندهم ثيرز الموضوع الاكيوت. قالوا اولا العيان ده هايبو البومينيميك، لانه الليفر ما بيصنعش البومين، فبالتالي في ميه، معظم الميه خارجه بره البلازما وموجوده جوه الانترستيشيوم، وبالتالي الميه اللي واصله للكلى قليله، ده سبب. طب في حاجه ثانيه؟ قالوا في حاجه ثانيه، العيان ده العيانين دول عشان يحاولوا يحافظوا على البلازما فوليوم اللي عندهم بيحاولوا يدخلوا في حاجه، بيدخلوا في حاجه اسمها انتنس فازو كونستريكشن للفيسلز اللي داخله للكلى، يعني يعملوا فازو كونستريكشن للدم اللي رايح للكلى، بيحاول يريزرف الدم الاماكن تاني. يبقى مش بس كمان بسبب خروج الالبومين، ده العيانين دول كمان عندهم فازو كونستريكشن للدم اللي داخل للكلى. ده نمره 3 الارتريز اللي داخله الكلى. نمره 3 قالوا العيانين دول غالبا انت بتبقى حاططهم على دايريتكس عشان الدايريتكس تريليف كميه الميه اللي جواهم دي. طيب وايه تاني؟ قالوا ان العيانين دول غالبا في منهم عيانين كتير بيبقى عندهم ايسوفاجيال فيروسز وبينزفوا من الفيروسز دي، فبيبقى عندهم بليدنج، يعني دايريسز وبليدنج من ايسوفاجيال فيروسز وكده، يعني عندهم هايبوفوليميا. يبقى العيان ده من ناحيه بقت الميه كتير بس خارجه بره الانترستيشن، فالعيان هايبوفوليميك، وشويه الدم اللي موجودين الميه اللي موجودين هنا انت بتدي له دايريتكس وبينزف كمان من الايسوفاجيال فيروسز، وبعدين كمان العيانين دول عندهم فازو كونستريكشن للرينال ارتريز. لا فتقريبا دي اعظم معظم الثيريز اللي بتدخل العيانين دول في كيدني انجري، وقالوا عليها هيباتو رينال سندروم. بس قالوا عشان تتاكد انها هيباتو رينال سندروم لازم تتاكد ان عنده ما عندوش اي مشكله في الكلى، يعني تروح تعمل سونار وتلاقي ان الكلى بتاعته نورمال، اصل البتاع دي يعني بتتشخص كده باي اكسكلوجن، ما فيش حد عنده كلو يقول ان ده هيباتو رينال سندروم، ما يمكن في سبب تاني. فحطوا كريتيريا كده، قال لك ان العيان ده يكون الكيدني فانكشن بتاعتهم، لازم تكون الكيدني فانكشن بتاعتهم نورمال، ابسنس اوف اني انجري، ما عندهمش اي حاجه. تاني حاجه ان العيان ده يظهر عندهم البيكتشر بتاعت الرينال هايبر برفيوجن اللي هي بتاعت البري رينال اللي اتكلمنا عنها. تالت حاجه بقول لك بعد ما ندي العيانين دول 1.5 لتر كولويدز، تعرفين كولويدز ده في حاجه اسمها كريستالويد في حاجه اسمها كولويد، كريستالويد ده اللي هو السلاين 9 من 10 والحاجات دي،
وفي حاجه اسمها كولويد. الكولويد ده بيبقى شبه البلازما، يعني قريب من البلازما اوزمولاريتي، فزي الهيماجيل والحاجات اللي هم بيدوهم للعينين المصابين في الحاجات. يعني مثلا اشهر حاجه من الكولويد هي الباكد ار بي سيس، يعني دي كولويدز. فانت ممكن تدي له كولويدز في الاول خالص، ممكن تدي له كولويدز دي بتبقى موجوده، يعني في فورمز منها موجوده في المستشفيات. يقول لك لو ادينا له حتى اكتر من 1.5 لتر كولويدز عشان نعوض الهايبو البومينيميا، ما الكولويدز دي هتعوض الهايبو البومينيميا شويه، وبرده العيان ما يتحسنش. دي شروط اساسيه لتشخيص الهيباتور عشان نقول ان دي هيباتورينال سندروم. طب ليه؟ لانه لو انا كنت بدي له 1.5 لتر وتحسن من الكولويدز، يبقى معناه ان العيان ده مش الهيباتورينال الغير مفسره، يبقى سبب مفسر، يبقى العيان ده هايبوفوليميك، هايبو البومينيميك، دخل منها في كيدني انجري بري رينال صوره عاديه. قالوا لا، عشان نقول انها هيباتورينال رسميه يكون صوره بري رينال والكيدني نورمال في السونار ما فيهاش ايفيدنس اوف تيوبولار انجري، ولما ندي له كولويدز ما يحصلش نو امبروفمنت، وساعتها نقول ان ده دايجنوزس اوف هيباتو رينال سيندروم. طب عالجهم ازاي؟ قال شوف مشكله العيان، لو في اي بريسبيتيتنج فاكتور زي هايبوفوليميا انيميا مش عارف ايه صلحها. تاني حاجه يبداوا يدوا ادويه، الميدوترين ده الفا اجونست والنور ابنفرين ده الفا اجونست والاكتريتايد. الادويه دي بتعمل ايه؟ الثلاث ادويه دول بيعملوا اسمها حاجه اسمها سبلانكينيك فازو كونستريكشن. يعني قالوا ايه؟ احنا يهمنا الكلى اهم من الفيسل اللي سبلاي الانتستين والحاجات دي، فاحنا نعمل ندي الادويه دي اللي بتعمل فازو كونستريكشن للسبلانكينيك فيسل، فنعمل دايركشن للدم ويروح على الكلى فيحاول يحسن من الاداء بتاع الكلى. طب ايه الديفينيتيف تريتمنت اوف هيباتو رينال سندروم؟ رينال ترانسبلانتيشن، احط كدني جديد. عشان كده الكيس دي بتقول عيان 52 سنه في ميل with no liver cirrhosis جات للامرجنسي with bleeding بالريكتم بقالها يومين. She has increased abdominal distension. The patient has been on daily furosemide وسبيرون، يعني هي بتنزف وبيديها furosemide وسبيرونولاكتون. خلي بالك العين دول برضو بيبقى اللي هي السيستميك فينس سيركيليشن، اللي هي بيسموها ايه، اللي هي بيحصل لهم زياده في البورتال فين بريشر، فبيبدا تفتح الكونكشن اللي ما بين البورتال والسيستميك سيركيليشن اللي هي البورت سيستميك شانتس. تمام، ففي منها جزء المشهور بتاعنا الفارسس، لكن بيبقى عندهم جزء بتاع الهيمورايدز، فهي وهنتكلم عنها في الجي اي تي الجزء ده. فهي عندها بليدنج بريكتم يعني بتنزف، وبتاخد فيوريسومايد وسوبيرونولاكتون دايريتكس، ودول بيعملوا هايبوفوليميا، يبقى معانا سببين بيعملوا هايبوفوليميا. وعند عامله فاريسيال باندج للاسوفيشال بليدنج من 3 شهور، ذا بيشنت تمبريتشر مش عارف كذا كذا كذا، والعين عندها بلس 2 بريفرال اديما. بلس 2 بريفرال اديما يبقى افكتيف بلازما فوليوم قليله، لان قلنا ان في نقص في الانكوتيك بريشر، فالميه خارجه في الانترستيشن، وبالتالي هتبص تلاقي العين هايبوتنسف ضغطها 90 55. المهم جم يبصوا لقوا هيموجلوبينها 8.2، العينه انيميك، وبعدين سيرم صوديوم 128. ده بسبب ايه؟ بسبب الدايريتكس هي اللي عاملاها هايبوفوليميا. طب والسيرم بوتاسيوم وصل 5.5 بسبب ايه؟ بسبب السبيرونولاكتون. السبيرونولاكتون ده بوتاسيوم سبيرنج دايريتك، بيعلي البوتاسيوم. طب والكريات بتاعها بقى 2.1 والنورمال لحد 1.4، والبلاد يوريا 72 والنورمال لحد 10 ل 20. من حقك تفكر ان دي هيباتورينال سندروم، عيان عنده في بيكتشر اوف ليفر سيل فيلير، دخل منها في زياده في الكيدني فانكشن. After blood transfusion and holding diuretics for a day, the patient urine output decreased despite adequate intravenous volume resuscitation. بقول لك كولويدز، وبقول لك انه اشهر مثال للكولويدز هو blood transfusion. ادوا له blood transfusion يبقى ادوا له كولويدز، ولكن رغم كده العيان برضه ما اتحسنش. يورين ديب ستاك از نيجاتيف فور بروتين اند بلاد، يعني دي ذيس از نوت ا كيس اوف جلوميرولونيفرايتس، يعني عايز يقول لك انه ما فيش انترنسيك كيدني دامج. خلاص عملوا يورين صوديوم، لو اليورين صوديوم 5 مللي ايكوفالنت، بقول لك انه البيكتشر بتاعت البريرينال بتدي صوديوم يورين صوديوم اقل من 40، ده بيقول لك 5. Which of the following is the most likely cause of this patient condition؟ منتظر اجاباتكم. دي صح، this is a case of renal hypoperfusion، وما بتتحسنش على رغم العين ادوله كولويدز. عشان كده احنا المفروض نحسن البرفيوجن، هم نقل له دم، نحاول لو ممكن ننقل له كريستالويدز، ندي له ميدودرين، ندي له اكتريتايد، ندي له نور ابنفرين، نعمل سبلانكينج فازو كونستريكشن عشان ندايركت الدم على الكلى، ولو فشلنا خالص نعمل كيدني ترانسبلانتيشن. this is a case of hepato renal syndrome. اخر حاجه الاس انهبيتورز، ودي النقطة اللي كلمتكم عنها بتاعت الايس انهبيتورز، ان الايس انهبيتورز بص ده الرينين انجيوتنسين الدوستيرين سيستم اللي لازم تفهمه. الانجيوتنسينجن بيطلع من الليفر،
بيجي له الرينين اللي طالع من الجاكس تاجولوميلر سيلز اللي اتكلمنا عليها، بتحوله لانجيوتنسين 1 باستخدام انزيم اسمه الايس، بيجي من اللونج انجيوتنسين كونفرتنج انزيم بتحول لانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده باي اتسلف لوحده فازو كونستريكتور على الفيسلز العاديه كل الفيسلز، وكونستريكت الافرنت ارتريول فبيزود الفلتريشن فراكشن. فلما انا ادي ايس انهبيتورز بوقف الكونستريكشن ده، فبيحصل فازو دايلاتيشن في الافرنت، فكده بقى الافرنت فازو دايليتد بسبب البروستاجلاندينز يعملوا الجلوميلس، والافرنت فازو دايليتد بسبب ان انا مدي ايس انهبيتورز. طب ازاي هزود الهيدروستاتيك بريشر هنا وازود الفلتريشن؟ فالهيدروستاتيك بريشر هنا هيقع وهيقل الفلتريشن وزياده في الكيدني فانكشن، فكاني قللت الكيدني بيرفيوجن. ما هو انا لما اعمل كده كانه لما قللت الفلتريشن فراكشن كاني قللت الكيدني بيرفيوجن، انا المفروض كنت عامل فازو كونستراكشن عشان ازود هنا. يبقى الايس انهبيتورز من الحاجات اللي كمان بتعمل كيدني انجري بري رينال عن طريق انها بتعمل فازو دايليتيشن، لان انت قفلت واحد من الحاجات اللي هي بتعمل. طبعا من شويه كلمتكم عن الانتيريتيك هرمون وازاي الانتيريتيك هرمون بيزود الاكوابورينز انسرشن وازاي بيزود الووتر ري ابسوربشن، وقلت لكم كمان انه في عينين البري رينال بيزود اليوريا، وعشان كده العينين البلاد يوريا نيتروجين بيطلع اكتر من 40، ده غير وظيفته الرهيبه على الالتستيرون اللي بيعمل سولت ووتر ريتنشن بوتاسيوم هيدروجين اكسكريشن. ودي تبقى البيكتشر الاساسيه بتاعت البري رينال، واللي زيها عينين البوست رينال زي عينين بقى البروستات بناين بروستاتيك هايبربليجيا، عينين اللي عندهم ستونز. بس عشان تحصل بوست رينال بيكتشر لازم يحصل بايلاترال، لازم تفقد 70 ل 80% من الفانكشن، يعني يكون عنده بايلاترال كيدني ستونز، او عنده ستون مثلا في البلادر في اليوريثرا قافله الاثنين، او يكون عنده بناين بروستاتيك هايبربليجيا عشان تبقى قافله في الناحيتين ويدخل فيه هايدرونيفروزس ودايلاتيشن في الناحيتين ويدخل في نفس البيكتشر. والحل في العين ده انك تريليف الابستراكشن، لو كانت ستونز تشيلها، لو كانت مشكله في السفنكتر او بي بي اتش ركب له قسطره. المهم في الاخر هيديك نفس البيكتشر زي العين ده كده، عين 73 سنه ميل جاد ذا اوفيس ديو تو 3 مانس اوف بروجريسيف يوريناري انجنسي وهيزيتنسي ونكتوريا ويك يورين ستريم. دي البيكتشر بتاعت البروستات. البروستات لما بتكبر هنا، البروستات لما بتكبر انا مثلا الكلى وبعدين اليوريترز، بعدين تروح هما الاثنين يفتحوا على البلادر، بعد كده البلادر نيك تمام، والاثنين يوريترز فاتحين هنا، ودي البلادر ودي البروستات. البروستات لما بتكبر بتقفل الدنيا هنا، فبالتالي اليورين اللي بيخرج هنا بيخرج بصعوبه، فبيبقى عندهم ويك يورين ستريم، ما يقدرش يطلع فورس. عشان كده في تيست بيعملوه للبروستاتا بيخلوا العيان يورينيت ويشوفوا الفورس بتاع اليورين اللي خارج قد ايه، وكمان ما بيقدرش يخرج ده، فبيفضل عنده كميات ريزيدوالز، فيقعد عنده ايرجنسي فريكوينسي، كل شويه عايز يروح، ما هو ولا مره خرج كميه كبيره. وبعد كده لما بيخرج بتفضل فيه كميه ريزيدوال، فيحصل له حاجه اسمها دريبلينج، يفضل ينقط نقط بعد كده. يسحب الليل عشان يدخل لانه عنده كميه ميه فاسمها نكتوريا، فعين بيبقى عندهم صعوبه في اليورينيشن ديسيوريا، بيبقى عندهم ويك فورس، بيبقى عندهم ويك دريبلينج، بيبقى عندهم فريكوينسي، بيبقى عندهم نكتوريا. كل دي حاجات بتحصل عينين بتاعه البروستات. هيز اونلي ميديكيشن از لسينوبرال، بياخد ايس انهبيتور للضغط. نو هيستوري اوف دايابيتس اور اسكيميك هارت ديزيز، داز نوت يوز توباكو الكحول دراجز. ديش دايركتال اكزامينشن شويد سموث فيرم انلارجد بروستات، ما انا برضه يهمني وذاوت اسيمتري عشان اعرف هي بي بي اتش بناين ولا بروستات كانسر. الكلام اللي بقوله ده سموث وما فيش اسيمتري، يعني سيمتريكال ماشيه مع ان هي بناين. نيورولوجيكال اكزامينشن از نورمال، يورين اناليسيس شويد نو بروتينوريا نو هيماتوريا، يعني ما فيش حاجه في الجلوميرولاي. ذا بيشنت سيرم كرياتينين 2.1، يعني عين ازوتيميك اهو. بيز لاين كريات كان 1.2 من 4 شهور، زاد بقى 2.1 من 10. بروستات سبيسيفيك انجن اللي هو الكربوهيدرات انجن اللي بيعملوه تو اكسكلود الكانسر طلع نورمال. ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست ابروبريت نيكست ستيب ان ذا ايفالويشن اوف ذيس بيشنت؟ ادونا رايكم في الاجابات. دي صح، يعني يعمل رينال الترا ساوند، لان لما اعمل رينال الترا ساوند هبص الاقي العين ده الميه متجمعه هنا متجمعه هنا، هلاقي اليوريترز دول عنده دايليتد وداخل في هايدرو نيفروزس. ولو ما حلتش مشكله العين ده وركبت له قسطره وخففت اليورين اللي هنا، في الاخر الميه دي هتفضل ترجع وترجع في الكاليسيز لحد ما تبوظ له الاكيدني تيبيولز وتدخله في بيرمننت انترنسك رينال دامج، لانه البري رينال والبوست رينال لو ما تصلحوش هينتهوا بتيوبولار نيكروزس وانترنسك رينال دامج. وده كان اخر حاجه نتكلم فيها النهارده.